السلام عليكم، مساء الخير، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين، كيف أحوالكم؟ طمنون عليكم الناس اللي في اللايف. السلام عليكم، كيف أخباركم؟ كيف مسيتوا؟ إن شاء الله تكونوا كويسين. الناس اللي في البيوت، السلام عليكم، مساء الخير، كيف عاملين؟ إن شاء الله طيبين. أمهاتنا وآبائنا الكرام، كيف أخباركم؟ أخواننا وأخواتنا، إن شاء الله طيبين. أولادنا وبناتنا، إن شاء الله بخير، كيف أحوالكم؟ الجيش بخير الحمد لله، أطمنكم عليه. والجيش في السودان كله بخير، الجيش منتشر، منتصر، متماسك، ولله الحمد والمنة. في الجزيرة، في سنار، في الفاو، في القضارف، وفي الشمالية، في الدبة، في دنقلة، في كل المواقع، في بورسودان، كسلة، كل الناس دي واعية وصاحية وجاهزة إن شاء الله. ماشيين كويس، ما في عوجة، ما في حاجة بتقلق. العمل على الشبكة يسير وفق المخطط والخطة، وقريب إن شاء الله كل السودان بيرجع مربوط ومترابط كما كان. الجيش في المدرعات شغال، في وادي سيدنا، في كيرري، في المهندسين، في سلاح الإشارة، الكدر وبحري. وشي عجيب طبعا، يعني تحتار انت بتشوف اللي بيحصل ده يعني، لكن بتطمئن يعني، واطمنكم ان الامور طيبة الحمد لله. الليلة غيرنا المواعيد شوية، ففي ناس كتار ما بكونوا حاضرين معانا حسي. من بكرة حنعمل لايفين بإذن الله، لايف مخصص لموضوع العودة ومشاكل العودة، حتتناقش كلها. والناس اللي بيقول احنا والله راجعين، لو اذا عملت حاجة واحدة او اذا عملت حاجة فلانية او امنتوا لنا او كده، فدي كلها حنناقشها باذن الله مع بعض وحنحلها. وده حيكون عندها لايف مخصوص لحد رمضان ان شاء الله، يكون الجزء الكبير من الناس البر رجعت، وتكون مدن كثيرة تأمنت إن شاء الله، والناس تصوم في السودان بإذن الله. ده هدف لينا كلنا مع بعض. حنواصل في تعرية الحرية والتغيير وفضحهم، وده بيرفع يعني من وعي الناس بإذن الله، وده يعني مجهود برضو يعني، ما هي إنه الناس تواجه المؤامرة دي. يعني حنتكلم في موضوع العودة، ده عنده لايف براو، وحنواصل في تعرية الحرية والتغيير ومواجهة الدعم السريع. يعني معركة لسه مشتدة يعني، والعدو بيطلع في كل أسلحته، وقادرين على ومقتدرين على. ربنا يحفظكم، وربنا إن شاء الله ينصر القوات المسلحة، ونسأل الله أن يتقبل شهداء القوات المسلحة وشهداء الشعب السوداني، ونسأل الله أن يشفي المرضى والمصابين، ونسأل الله أن يحفظ الأسرى بخير ما حفظ به الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. ودعوتنا في الفترة اللي فاتت، احنا كل ما نهبش زول احنا قاعدين نهبش قضية او بنهبش ملف، الملف المهم اليومين ديل يعني مرتبط باشخاص. فواحد من الملفات المعقدة واللي بتحتاج انك انت تتعامل معه بوعي، الملف بتاع السيد الفريق الفاتح عروة. والفاتح عروة ده
يعني تكلمنا عنه في الـ22 والـ21 وكثير، انا كنت بكتب عنه في الصفحة القديمة اللي اتحذفت، و في تلميع شديد له يعني، والتلميع ده لانه حضراتكم ما عارفين هم منو الفاتح عروة او عمل شنو، واغلبكم ما عارف يعني. اغلبكم بيشوف الشخصيات السودانية ذات الاثر العالمي، وانها دي مفخرة، وانه دي حاجة احنا نتباهى بيها، وانه دي حاجة احنا يعني نسعد بيها، انه زول وصل العالمية، زول وصل منظمات، زول وصل سي او في شركة في دولية وماسك قطاع اقليمي، زول تاريخ، زول لقيت تعليق الحقيقة بيعلق لزولة في صفحتها، يعني نزلت الصورة بتاعت اللقاء حقته، يعني بتتهكم عليه، وانه هو في 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 موقف زي ده، وفي البلد في معركة وفي حرب، هو ده طالع يلمع في روحه. فواحد من التعليقات قال لها مش اسمعي استفيدي، والفاتح عروة ما ممكن يفيدك، لا يمكن الفاتح عروة يفيدك، انا بقول لك، وانا الفاتح عروة ده بالنسبة لي واجهة للموساد ذاته. يعني احنا ما عندنا مشكلة نحارب الشيطان في اي مكان وفي اي شكل من الاشكال، ومهما غير لونه وجلده. والكلام اللي بنتقال عن فاتح عروة ده ما كلام بتاع تجي تقول لي فلول او كيزان او انت شايلة معاه او انت عشان شركة السوداني او غيره، ابدا. قبل الحرب دي ما تقوم، انا شخصيا كنت بتكلم في فيديوهات او لايفات كثيرة عن 35 درجة قبل الحرب. انا تكلمت عن شركة زين، وتكلمت عن شيوخ باسماء، وتكلمت عن الفاتح بتحديدا، وانه ديل اللي حيكونوا عناصر حتدعم الميليشيا بعدين. تكلمت عن بنك الخليج وبنك الخرطوم، وانه قروشكم حتتحول، ده كله تكلمت فيه. انا فاهم انه الموضوع ده ماشي كيف، وظهور الزول ده رغم حالته الصحية في التوقيت ده ما بيعني لي حاجة، ومحاولته انه يحصل ما تبقى من شركة زين، واللي هو في النهاية مورد ومصدر ومعلومة للمخابرات والسي اي ايه والموساد، انه السودان يكون مسيطر عليه بشركة زين، فهو عارف انه المرحلة دي يعني قاربت على نهايتها وفاهم. لكن انت لما اخدت لك حقائق موثقة في محاكم، وحقائق القضاء قال فيها قولوا، انت ما تيجي تقول لي زول ده انت قاصده، معناها انت حمار، ما الزول ولا انا، انت الحمار. الزول اللي بيتكلم عن نفسه يقول لك مخزن اسرار وصندوق اسود لاسرار السودان والجيش، هل الجيش في التوقيت ده داير له زي اللي يجي يطلع اسراره؟ في التوقيت ده في زول داير، الزول يجي يقول لك خبايا وخفايا وما عارف، ده في التوقيت ده؟ ومن اللي يقوله زول؟ انا مرة بمحكمة وتصنف فيها انه متجسس، وانه متعاون مع عدو خارجي، وانه بيسرب معلومات اجهزة زي جهاز الامن والمخابرات والجيش، وانه متواصل مع جماعات. كان متواصل مع الكيزان، مع الحركة الاسلامية، الموضوع بتاع الفلاشة ده الحرق منه، وصل الكيزان، وصل الترابي كيف ذاته. خطورة الزول ده في حاجات انت لا يمكن تستوعبها، شرحناها قبل كده، لكن وقتها جاء لما نلقى قناة الجزيرة عامله له برودكاست، عامله له لقاء مدته 5 ساعات، 5 ساعات لابس فيه الشعار بتاع امريكان ايرلاينز، انت زول كنت فريق في القوات المسلحة وجيشك بقاتل، لابس فيه البدلة مكتوب فيها امريكان ايرلاينز، انت سوداني ولا امريكي؟ انت امريكي خلاص، ما تكلم في الشان السوداني، ما عندك علاقة بالجيش السوداني، ولا انت بتكون بتخدم في العدو ذاتك. من تصريحاته الليلة يقول لنا، تصريحاته الليلة يقول لنا كلمة عجيبة، قال
قال الحقيقة إنه هزيمة الجيش هي هزيمة للسودان بكل مكوناته، والله دي نصفق له فيها صفقة كبيرة. قال الهزيمة بتاعت الجيش هي هزيمة للشعب السوداني والسودان بكل مكوناته، نصفق والله. هل هو وقف؟ لا ما وقف. قال بما فيها الدعم السريع، الدعم السريع بقى من مكونات السودان؟ الدعم السريع بقى من مكونات القوات المسلحة؟ انت لازم تمرر اجندتك وخبثك، يعني اسي انت قاصد شنو؟ انه الجيش ده لو يتهزم الدعم السريع حيتهزم، هو الجيش بيحارب في الدعم السريع بيهزم فيه. هو اللي بيحارب في مكونات السودان منه وفي بقاء القوات المسلحة منه، ما الدعم السريع احنا بنصد له بارواحنا ودمائنا وبقواتنا المسلحة عشان نهزمه، عشان السودان يفضل بلد خالي من الدعم السريع. انت تيجي تقول والله هزيمة الجيش معناها هزيمة الدعم السريع؟ منو الدار يهزم الجيش طيب؟ ما هو الدعم السريع ولا في جهة تانية؟ أمورك دي ما بتخليها، أمورك ما بتخليها. منو الجهة التانية دار تهزم الجيش وبالتالي هتهزم معه الدعم السريع؟ أو تعمل لي فاشفت تقول والله يا أخي في جهات مسيطرة على الجيش وفي جهات مسيطرة على البرهان، أنت الوحيد اللي ما بتقدر تقول الكلام ده، أنت الوحيد. أنا حوري الناس التمنو، هسه حوري الناس التمنو، ليه أنت ممنوع تقول الكلام ده؟ انت ممنوع تقول الكلام ده بينص القانون، لكن سبحان الله زول يا اخواننا في المؤسسة العسكرية متهم بخيانة، متهم بتواطؤ مع العدو، متهم بكل الجرائم دي كلها كلها، يجي يعملوا له شنو؟ لو قريت التعريف والسيرة الذاتية حقت الزول ده، قال لك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة زين السودان منذ يوليو 2008 جمهورية السودان، كما أنه الرئيس التنفيذي لعمليات أفريقيا منذ 2012، عمل مدرسا في الكلية الحربية قبل انضمامه إلى جهاز الأمن الوطني من 76 إلى 85، كما شغل منصب القنصل العام في سفارة السودان في موسكو أديس أبابا 77-84، عمل في القطاع الخاص في صناعة الطيران 86-87 باعتباره حاصل على رخصة قيادة نقل جوي ورخصة طيار هليكوبتر، عمل لدى حكومة المملكة العربية السعودية كباحث متخصص في شؤون القرن الأفريقي 88-89 قبل انقلاب البشير ده بساعات، كان شغال قالوا متخصص وباحث في الشؤون الأفريقية، وين كان؟ في السعودية. كلام ده حصل بتين، حصل بعد 85 القضية بتاعت الفلاشة، والزول ده جريد من رتبته حاضر، واتهموه بالتجسس والخيانة، واتهموه انه متواصل مع الموساد. لحد هنا كويسين كويسين. تقوم السعودية تشيله تجيبه في القصر الجمهوري في القصر الملكي مستشار من 88 ل 89. الكلام ده مريب ولا ما مريب؟ زول احنا صنفناه في الجيش وجهاز الامن وعملنا له محكمة، قلنا الزول ده يا اخواننا فاسد، والزول ده متواطئ مع الموساد، والزول ده شارك في عملية موسى اللي هي نقل الفلاشة حاضر، والزول ده شاهد ملك على منه على رئيس الجمهورية النميري ذاته، وعلى منه عمر محمد الطيب مدير جهاز الأمن والمخابرات اللي كان شاهد ملك وأدانهم بالقضية بتاعت اليهود الفلاشة منه، ما الفاتي عروة، الفاتي عروة. يقوم السعودية السوق توديه زي منه؟ طه عثمان الحسين، الله يفتح علينا وعليكم. الموضوع اللي حس انا جاي اتكلم فيه شنو؟ انه احنا قصورنا الرئاسيه مخترقه، وانه الحاجه دي ما زالت متماديه. لما اطلع اتكلم عن زول اسمه علاء الدين محمد عثمان، علاء الدين محمد عثمان ده منه قاعد في مكتب البرهان بيسوي في شنو؟ حاضر، الناس يقول لك انت شايله معاه، انت لانه ربنا سبحانه وتعالى انت ما صرفه، لكن اعمل لك شنو يا قحاتي؟ انت ما مصرف، انت ما بتشوف زي ما انا شايف، اعمل لك شنو انت؟ ما هو انا الموضوع ده ماشي معاه بالراحه بالراحه. الزول ده احنا جوا القصر الجمهوري فصلوه وجردوه من رتبته، السعوديه ساقته شغلته مستشار في القصر الملكي بتاع الملك فهد الوقت ده. اديني مبرر واحد. هس الليله انت لو جيت تتوظف في اي وظيفه في الخليج تحديدا، لو ما جبت الفيش والتفيش بتاعك، وان انت لم تدان بقضية اخلاقية او جريمة تمس الشرف او جريمة خيانة عظمى، ما بتشتغل في الوظيفة دي. لو جاء ابوك ذاته، ابوك جمعك، ما بشغلوك.
لأن أنت ممكن تعمل عملية بطالة. ده الموضوع يعني باختصار. فتعرفوا بعد المحاكمة حقته، بعد الفضيحة اللي هزت العالم، إسرائيل بتعتبر الفاتح عروة واحد من الأبطال حقينها. هو ما ينكر الكلام ده، هو في إسرائيل واحد من الحاخامات. غديس مرق لهم 8000 من الفلاشة، مع إنه كان ممكن يمرقوا عادي، لكن الوقت ذاك العالم بيحب الجسوسية وبيحب بيحب الدراما. فهمت كيف؟ أنا بحتار. طه عثمان الحسين مرق من مكتب البشير، اشتغل في مكتب الملك محمد بن سلمان. والليله طه عثمان الحسين واقف مع التمرد، واقف مع الدعم السريع. ليه واقف مع الدعم السريع؟ لانه اسرار الجيش كلها وجهاز الامن واسرار مكتب البشير عند طه عثمان الحسين، اللي هي كلها موظفه ضد منه، ضد القوات المسلحه. فانا كلامي كله، احنا قاعدين نحصن في البلد دي، احنا بننظف في البلد دي، احنا بنكشف في الاعداء. الزول ده هو على مشارف القبر لسه بيقاوم، بيتكلم عن بطولات وتاريخ، وانا بفضح لكم اسرار. اسرار شنو انت بتفضحها؟ الناس اللي ما عارفاها، وانا ما بوري له ونحسي. انا ما قاعد استهدف زول لانه والله زول ده متفوق علي، انت في الشاشه بتاعتي ما بتظهر. انا قاعد اتحدى روحي، ما قاعد اتحدى زول، ولا عندي شغله بزول بقى مدير ولا وزير ولا بتاع. شايف دي؟ دي شايفه؟ عربية دي مدورة، أنا ما عندي معكم شغل في الدنيا دي، ما عندي أي حاجة، ما داري أي حاجة في الكوكب ده، بس خلاص كده. طيب أنا بقول لك الزول ده يا أخي مريب، تفاصيل حياته مريبة. الزول ده كيف أنت طلعت من محكمة الملك فهد شغلك؟ المشى استدعاه من السعودية منو يا أخوان؟ المشى جاب الزول ده من السعودية منو؟ السلام عليكم عمر البشير، كيف أخبارك؟ إن شاء الله كويس، سامعنا؟ المشى جاب الفاتح عروة من السعودية منو يا عمر البشير؟ أجابوا منو من السعودية سنة 89؟ أجابوا منو؟ أجابوا عمر حسن أحمد البشير. جاب الزول ده عمر حسن أحمد البشير، شغله مستشار بتاع أمن قومي في القصر الجمهوري. عمر البشير ده بدا عن الناس اللي في الكوكب دي حاضر، لو سكر ما مفروض يتعامل مع الفاتح عروة. قول لي ليه؟ أنت بس اسألني، قول لي ليه ما مفروض يتعامل معه؟ الناس دي كلها تتعامل مع الفاتح عروة الا عمر حسن احمد البشير، قول لي ليه؟ تخيل بعد ده كله عمر البشير مشى جابه من السعوديه، تاني دخلوا القصر الجمهوري، تاني خدت العيون بتاعت الموساد والقصر الجمهوري، تاني جاب ضابط عظيم متهم بجريمه تواصل مع الموساد وتخابر مع دوله اجنبيه وافشاء اسرار عسكريه، ومجرد من رتبته جابوا تاني القصر الجمهوري بعد ما مشى اشتغل في السعوديه. جابوا لنا التاني، جابوا لنا القصر، جابوا القصر الجمهوري مستشار الامن القومي. قول لي عمر حسن احمد البشير ده ما مفروض يجيب الفاتح عروه ليه؟ تسالني يهود هنا ده عمر حسن احمد البشير مش جاب الزول ده؟ تم تعيينه عام 89 وزير دولة في رئاسة جمهورية السودان، ومستشار للرئيس لشؤون الأمن القومي من 89 ل 95، وبعد ذلك شغل منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع 95-96، وبعد ذلك تم تعيينه في منصب الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة من 96-2005، ثم أصبح مستشارا خاصا من 2006 ل 2008. تخرج من الكلية الحربية سنة 70. عمر البشير بعد ده كله مش جابه، قول لي ليه عمر البشير ما يشغل الفاتح عروة؟ هسه هو الليله طالع بيقول لك انا حافظ الاسرار، وانا اوريكم، وانا اوريك الجيش، وانا اوريك البلد. توري منو انت؟ توري منو انت؟ اوريك عمر البشير ما يشغله ليه؟ عشان الكوكب ده يا اخوانا ضيق، والشيطان خطته مكشوفه وطريقته مكشوفه، والمعاونين حقينهم محسوبين. البشير ما مفروض. طيب في يوليو، في مايو 22 1985، اتهم النائب العام السوداني الرئيس السابق جعفر محمد نميري واللواء عمر محمد الطيب نائبه الأول وعددا آخر من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل بالخيانة وترحيل اليهود الفلاشة من الأراضي السودانية إلى إسرائيل، العدو الأول للأمة العربية. يوم 22 5 1985 النائب العام، انتوا عارفين انه النائب العام ده منه؟
سنة 85 من هو النائب العام؟ ما عارف طبعا، وانكم ما حاضرين اللايف ده، انا عملته 2023 و22، لكن يلا نعيد للناس. الصباح بدري يوم 22/5/1985 النائب العام اللي هسه حقنا ده ما عارفه لا في كدمول ولا ما لا في، المهم عندنا نائب عام في الوظيفة دي، قام اتهم الرئيس محمد جعفر نميري ده الرئيس ذاته، واتهم منه، اتهم مدير جهاز الامن والمخابرات وعدد من الافراد بشنو؟ بانهم عين الجريمة شنو؟ الجريمة وعدد اخر من ضباط جهاز امن الدولة المنحل بالخيانة وترحيل اليهود الفلاشة من الاراضي السودانية لاسرائيل العدو الاول للامة العربية. الوقت ذاك اسرائيل كانت داخلة مع العرب والمسلمين في حرب، وبعدين كان ما عندها امداد، فكانت دايرة ناس، واسرائيل طبعا هي بلد دينية ما فيها ديمقراطية ولا خرابيط، ناسهم بس معاهم، فكانوا فتشوا في الناس، جابوا الجماعة دي اللي قوم في اثيوبيا، قالوا دي اليهود اقدم من اليهود ذاته، جيبوهم. قام السوادنا طبعا يعجبوك ناس، عندنا بعض الناس كده يحبوا الحاجات دي، مد يد العون يا زلمة، بل قروش طبعا. النائب العام اتهمهم. طيب النائب العام ده ما بيجي في المحكمة وبيتلو القضية، السلام عليكم، عليكم السلام، من الممثل للاتهام يعني؟ انتوا لما تخشوا المحكمة مش بتلقوا ممثل القاضي وجنبه مستشارين اثنين، وبتلقوا المتهم والمحامي حقه، وبتلقوا زول اللي بيتلو التهم ده بيكون ممثل للحكومة، ده اسمه بتاع الاتهام، صح؟ اها ماسكين نميري وعمر احمد محمد الطيب مدير الجهاز بتاع المخابرات والفاتح عروه وعدد من الضباط، وده القاضي قاعد في زول قام حيقول التهم، يلا امسك الزول ده منه، تفضل الزول. وحسب المستند رقم 1 فانه بناء على هذا الاتهام الذي يعد بمثابه البلاغ، حسب القانون السوداني تم تشكيل لجنة التحقيق من الصادق الشامي رئيسا وكمال الجزولي وأحمد الطاهر وصلاح الدين أبو زيد والعميد أركان حرب معاوية عبد الوهاب وعقيد أمن عباس الأمين أعضاء، واستمعت اللجنة لأقوال العقيد عمر حسن أحمد البشير بل حيانا أحيانا بل 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 الناس يقول لك يا صرفة الشيطان اللي انت بتتكلم عنه ده والقوى الخفية التي تسيطر على الكوكب، وبتتكلم لنا عن الماسونية وانهم هم بيخططوا الحاجات 20-30 سنة، وبتتباري لي في اوهامك وفي خلعك كده، اشرح لي دي انت، ده موضوع قاعد في المحكمة هسه امشي السجل بتاع القضائية. الزول اللي اتهم الفاتح عروة منو يا اخوانا؟ واحد عقيد اسمه منو؟ عمر، مصادفة، حسن مصادفة، البشير مصادفة، عقيد في الجيش مصادفة، استخبارات يجي هو ذاته يبقى الرئيس ويجيب الزول له مستشار كان متهمه. لا 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 لا، ما تكلمنا عن موساد، ما تكلمنا عن اختراق، ما تكلمنا عن عمالة، ما تكلمنا عن سيطرة الشيطان، لا 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 لا، صدف 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 عجيبة عجيبة عجيبة. عمر البشير المستند الأول التلاه في الفاتح عروة اتهموا به وبالخيانة، قالوا عمر حسن أحمد البشير ذاته، يعني لو أنا جيت أنت الليلة شككت لي في الفاتح عروة، ليك حق فلان ده شكك في الفاتح عروة، لو حق فلان استمع للفاتح عروة قال قويس حق، إلا البشير، إلا البشير ده بدا عن جاته تعليمات من وين الله أعلم. انا ما بقول لك الكبير قوي، انتوا قايلين الكبير قوي البرهان، برهان من ايه يا سعادتك؟ قوم قوم جيت كده ولا كده يا اخي. الزول اللي فتح بلاغ في الفاتح عروة ده اسمه منو؟ قال لك وحسب واستمعت اللجنه لاقوال العقيد عمر حسن احمد البشير، 41 سنه جايبين عمره الوقت ده، الوقت ده كان البشير شنو؟ يعني ماشي على مرحلة الشوجر دادي كده، 41 سنة كانت مكتوبة الوقت ذاك، ما كان نقرا
بيجيبوا العمر والاسم والرتبة والتعريف كامل. وقت ده عمر بشير كان عمره كم؟ 41 سنة. وطبعا بعد ما زحم من السلطة ما بيحسب بعمره حسي، ممكن ما عارف انه كم. احنا خلينا 77 لغاية 41 سنة من القوات المحمولة جوا. وقتها الرئيس الحالي بن حسين، الكلام ده اللي اتكتب البشير كان الرئيس طبعا، حاجات زي دي ما الوقت ده كان الاعلام مسيطر عليه من الفلول يا صاحبي، شغل زي دي انتوا بتقروا. بعد استدعته من مسكنه بكوبر الحلة وقال أنه كانت ضمن لجنة تصنيف ضباط أمن الدولة إلى مجموعات. المجموعة الأولى هم الذين ترى اللجنة أن هناك أشياء ضدهم تستوجب الضغط عليهم. ويكشف المستند 2 أن المجموعة الثانية هم الذين ترى اللجنة وجود شبهات حولهم، والمجموعة الثالثة هم الذين لم تثبت أشياء ضدهم ويمكن إطلاق سراحهم. وكشف البشير أنه أثناء قيام اللجنة باستجواب اللواء عثمان السيد وجه إليه سؤال عن دوره في عملية نقله اليهود الفلاشة بحكم موقعه كرئيس للأمن الخارجي بالجهاز واللاجئين ضمن اختصاصاته، فتذكر أنه لا توجد له علاقة بالعملية سوى أن عددا من الضباط الذين يعملون تحت إدارته تم تكليفهم فيهم بتنفيذ العملية بواسطة اللواء عمر الطيب شخصيا. واعترف عقيد أمن موسى إسماعيل، عقيد أمن الفاتح عروة، أساميك وين جت؟ قال الكلام ده شنو؟ منو؟ مدير الأمن الخارجي عثمان السيد. قالوا لمنو؟ قالوا للرئيس عمر البشير العقيد في وقتها، قوات محمولة جوا. يقوم ده كله البشير عارف الفاتح عروة ده شنو؟ عارفه شنو؟ يقوم البشير يجيبه مستشار ويجيبه وزير دولة في وزارة الدفاع. اي طيارة وقعت في الجنوب، اي طيارة وقعت في الجنوب ما في تحقيق، ما تقعد تعملوا لنا قومس. تعال هنا من 95 الطيارات اللي وقعت في فترة انت كنت وزير دفاع، التدخل بتاعك في شؤون الطيران عامل فيه ساق له انتينوف 3 ساعات عامل لنا فيها فالكون. مشي الجنوب ده اي طيارة وقعت الفاتح عروة عندي يد في الموضوع ده؟ اي طيارة؟ الكلام ده ما كلام يعني، ما في كتب اتكتبت في الموضوع ده. هقول لك اسماء الكتب حسي، وضباط قاعدين في الخدمة ونزلوا لانه نتكلموا في الموضوع ده وقاعدين الان احياء موجودين بيشهدوا بالحاجة دي. هقول الكلام ده بس دارك تفسر لي البشير بعد ما صنف واتهم الفاتح عروة كيف يجيبوا مستشار امن قومي، وكيف يجيبوا وزير شؤون مجلس وزراء، وكيف يجيبوا وزير دولة في الدفاع ويمسك الفاتح عروة بعلاقاته مع الموساد؟ هل ده انت تاني بتلبس وكاكي بتاع مرور؟ زول ثبتت عليه التهم دي كلها وتواطؤه مع الموساد بتدخله في وزارة الدفاع تبقيه وزير دولة في الدفاع. هل يا عمر البشير العملية دي جاتك من وين؟ ده ما شغل ترابي ولا كيزان ولا ده شغل اسلاميين. انا بوريك الموساد والسيطره واصله لهذه المرحله، وان الجيوش بتاعتنا دي متحكم فيها كيف. البشير ده ما شايف الزول ده؟ ما عارفه؟ السيره الذاتيه بتاعت الفاتح عروه ده انت ما بتمسكه كينتين. طب ليه ما بتمسك؟ ده زول لص، ده باع ناس، ده ما باع بلده بس، لا باع ناس حيين. بيبيع النفر بالراس، بيبيع الراس بقروش، حسبهم 8000 في 2 عارف 4. عشان كده عملت لك شركات بتاع الطيران خاصة، عشان كده لابس امريكان ايرلاينز. الصوت واضح ولا ما واضح؟ بس اقول لنا الصوت واضح. طفش. فترة فرصة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واضح هاجر مصطفى قالت واضح تمام. بقول لك صرفا انه بقول لك الصوت واضح انت بتقرا اسماء البنات لانهم بيردوا سريع.
جفوري قال واضح واضح خلاص. طيب تمام. مركزين معايا يا شباب؟ واضح الصوت ومركزين؟ تمام. طيب السيد العميد في كتاب تمشي تقروه عشان ما العميد السير أحمد سعيد عنده كتاب ألفه في الموضوع ده، مش الموضوع ده، فيه فصل كده، والفصل ده هبش الفاتعر وهبشة خفيفة كده. قام الوقت ده جنس جريدة السوداني، والجريدة بتاع السوداني دايما عامل لنا غلغلة. كان فيها الولد دي اللي اسمه ماهر أبو الجوخ. ماهر أبو الجوخ ده طبعا زول لاعق أبواته كلب ساي، اسمك قد الانصراف ده المناظرة قال مع ماهر أبو الجوخ، وأنا مستواك يا ماهر ما ممكن مستوى منو يا حقير أنت، تصرف ده ما قريته لسه والله العظيم، أنت ما قريت صرفه. فسيد العميد كتب الكتاب ده وفيه فصل عن الفاتعروة والحاجات العملة، خليك من الفلاشة. المهم قال في كتابي السيف والطغاة: لم أتعرض لعملية تحرير الرهائن في جبل بومبا مطلقا، ولم أذكرها إلا عرضا باعتبار أنها أحد الانتصارات الكبرى التي تستحق الاحتفاء بها، وحتى اليوم لم أكتب عنها أو أنشر عنها. كتاب السيف والطغاة والذي قال عنه ناشره الأستاذ الشيخ عوضة أنه لو كان مسموحا له بالتوزيع داخل السودان لأخرجنا منه عشرات الطبعات. طيب قال حديثي عن الفاتعروة كما أشرت له أنت بأني أفردت له فصلا كاملا ليس صحيح، وإنما جزئية صغيرة جدا جاءت في الفصل السابع من الكتاب وعنوانه القيادة العامة تجهض نجاحات القوات المسلحة صفحة 230، وفي ذلك السياق فقط جاء الحديث عنه، وقد أكدت في تلك الجزئية أنني لا أناقش أو أتعرض لسلوكياته أو أخلاقه صفحة 246. قالوا ما داري يتكلموا عن سلوكيات الفاتعر وأخلاقه، ويطلعوا يقول لك يا أخي نتعلم نستفيد. تتعلم من منو يا زول؟ تتعلم من منو؟ الجيش كاتم على فضائحه. قال وإنما عن أعمال قام بها أضرت بالعمليات نفسها، وقد كان وقتها لا يحمل أي رتبة عسكرية، وإنما مجرد عقيد أمن محال على التقاعد، وليس لديه أي صفة قانونية، ولذلك كان ينبغي أن يطرح عليه السؤال حوله حينما كان يذهب إلى الجنوب برفقة الرائد إبراهيم شمس الدين وبعض متنفذي الاستخبارات. كان يتدخل في عمل القادة بصورة غير سليمة، تضايق منها كثير من القادة صفحة 238، ووقتها لم يكن يحمل أي صفة عسكرية كما أشرت. الوقت ده كان مستشار في القصر الجمهوري، والبشير جابه لكن ما رجعوا الجيش، البشير ما رجعوا بيرد الفريق وجابوا زين. الوقت ده كان بيمشي الجنوب بسط لنا العمليات العسكرية، ده في الكتاب مكتوبة. قال تدخل في عمل الطيارين وجلس في برج مطار جوبا يوجههم، وفي نهاية الأمر وصفهم بالجبناء، فتمرد الطيارون ورفضوا الطيران، وكان مطلبهم الوحيد هو إبعاد الفاتع عروة عن مسرح العمليات. إصراره على ضرورة هبوط طائرات النقل الاستراتيجي في مطار جوبا ليلا وهو غير مجهز لذلك، فسقطت أول طائرة C-130 واستشهد جميع من فيها، 5 ضباط زائد 126 رتب أخرى زائد الطاقم عدا ضابط الصف 1-246. طيارة دي عرفتها منو اللي ماتوا فيها النازل؟ مرمات فاتع عروة مشى مطار جوبا، قال الطيارات دي تنزل بالليل، قالوا له الطيار ده المطار ده ما مجهز، مشى كتل زول كده، الزول خلوا. ده بعد شنو؟ ده بعد فضيحة الفلاشة. واحد يقول لك هو أسرار وكاتم، ما لا لا لا، فاتع عروة ده مجرم، وجابه مجرم، والبديه منصات إعلامية مجرم. دي هبشة غيض من فيض. احنا انا بس داير اوريكم انه يعني لما نخوض جولة بخوضها متمكن يعني. ف دي هبشة بس للسيد الفاتح عروة. تاني قال شنو؟
عثمان السيد قضايا أفريقية، عملوا معاه لقاء، قال تطبيع السودان مع إسرائيل من المستفيد؟ قال لك هنا، فما هي قصة غرية عروس السياحية؟ يقول المنشور السياحي للمنتجع: عروس غرية سياحية على البحر الأحمر، منطقة رائعة لممارسة رياضة الغطس ومركز للترفيه الصحراوي في السودان. طوالي بعديها: إسرائيل الموافقة على هجرة الآلاف من الفلاشة. ده شغل كان مخطط. فادي عرو يجي يقول لنا: طيب يا سيد الفادي عرو، عندنا هنا مستندات، المستند بتاع الطيارة يوم 4/5/2008 الساعة 11:37:12، متذكره؟ مستندات مارجلك، هذه مستندات تهبل يا رجال، قسما بالله تهبل، مستندات تهبل. طيب: كشف مدير جهاز الامن الخارجي في عهد الرئيس نمير اللواء عثمان السيد تفاصيل جديدة بفضيحة ترحيل اليهود الفلاشة، واتهم مسؤولين كبار بتلقي اموال ضخمة نظير تسهيل عمليات نقل اليهود الفلاشة الى اسرائيل. وحمل السيد السفير الفريق الفاتح عروة مسؤولية تسريب ادق تفاصيل العملية السرية إلى تنظيم الأخوان المسلمين بزعامة حسن الترابي. وقال الفاتح: أخو مسلم وأبلغني بنقله تفاصيل عملية ترحيل الفلاشة لشيخ حسن. بعد ده كله صوت، بعد ده كله مشى لمدير الأمن الخارجي السفير عثمان السيد، قاعد يتونس معه وقال له: طبعا أنا وصلت الموضوع ده لشيخ حسن، يعني كفاية انك وصلت الموضوع وبقي الشاهد ملك، مش اكلم شيخ حسن بالفلاشة وسقط نميري. شنو انت قايل؟ ما الكيزان جاه هنا الموضوع، مسكوا نميري عصروا لك في المحكمة، بل سقطوا دعمك الصوات الفاتح عروة. قام البشير كافه وجابوا وزير دفاع، شال اسرار الجيش كلها دال الموساد، نقطة عربي انتهى. اي تفاصيل؟ اي سؤال هناك؟ اي سؤال في زول ما فاهم حاجة؟ يدار الكوكب بالموساد، يدار الكوكب بالمخابرات، يدار الكوكب، ما صدفة الحاجات اللي بتحصل، ما صدفة. بدا عن الناس الفاتح عروة يمسكوه الشركة بتاع الزين، وبدا عن الناس شركة الزين دي تكون شغالة وتابعة للعدو ودعم للعدو. يطلع الليل يقول لك اكشف الصندوق الاسود، انت ما بتتكلم عن صندوق اسود، انت بشيش بلفيش والتفيش، انت ما المفروض تشتغل في وظيفة، انت ذو المجرم، المحكمة صنفتك خاين درجة الاولى من الخيانة، انت تجرد من رتبتك وتحاكم محكمة عسكرية. انت كان ما مرقوك الكيزان ديل والنائب العام اللي احنا اسمه حيفاجئ الجمهور، هو قال في مذكراته نكر النائب العام، قال انا ما كنت بعرفه ولا انا حاكمته، تحاكمت يا زلمة. بعدين حتتفاجئوا النائب العام منو كان في القضية دي. والنظرية بتاعت التحلل اللي بيعملوها الكيزان كان في فترة حكمهم، الموضوع ده ما جديد عليهم، ما عملوا للفاتح عروة ده تحلل، قال له أدين النميري وأدين عمر الطيب وإحنا بنمرقك، بعد ما مرق شال القروش برضه لسه كمان دار يدافع عن نفسه. تدافع عن نفسك شنو؟ ما دي شهادات موثقة في المحكمة، سمعها عمر البشير ذاته في المحكمة مسجلة عندها كتب، حاجة أنزلها لك واحدة واحدة، وثيقة 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 وثيقة، كل ما تطلع ناس الجزيرة دي يلمعوك حاجة أبلك بوثيقة، كلامك أنت، كلامك أنت، وما كنت راجل ولا راكز، مشيت رميت الناس اللي معاك كلهم، شلت القروش وقبضت قروش، أنت مظل ضابط في الجهاز اللي بخليك تعمل شركة طيران خاصة شنو؟ أنت ضابط، مجرد ضابط، تعمل لك شركة طيران، مش طيران ساي، طيران برايفت جيت، الزول عنده طيارات خاصة بأجرها للناس. لو مساهم في شركة بدر ولا مساهم في شركة سودانير بطيار طيار، معلش انت عندك شركة بتاع الطيران، شركة جبتها من وين القروش حقتك؟ كنت شغال شنو انت؟ ما ديل الوزراء معاك يا هون، ديل الوزراء معاك دفعتك، اشتغلوا وزراء، من اللي عنده بوكسي ما عنده؟ انت جبتها من وين؟ طيب ليه الأمم المتحدة الأمم المتحدة الليلة عمل شنو؟
قال لك مشروع قرار في الكونجرس يتهم الدعم السريع بارتكام جرائم إبادة. نواب في الشيوخ أدانوا دور قوات حميتي والجيش في تدمير السودان. طرحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين الاثنين مشروع قانون يصنف أفعال قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات العرقية غير العربية على إنها إبادة جماعية. وقدم المشروع الذي حصلت الشرق الأوسط على نسخة منه قبل طرحه رسميا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بنجامين كاردن وكبير الجمهوريين فيها جيم ريشم ومجموعة من المشرعين من الحزبين. ويقول المشروع في نصه أن مجلس الشيوخ يدين الفظائع بما فيها تلك التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت وغيرها من المجموعات العرقية غير العربية في دارفور، بالإضافة إلى إدانة دور قوات الدعم السريع والقوات المسلحة في ارتكاب الفظائع والكوارث الإنسانية وتدمير السودان. في الأخير قاموا دخلوا معاه شنو؟ دخلوا معاها القوات المسلحة. الحاصل كالآتي: الأستاذة حنان الليلة، طبعا حنان هي كواجهة للحرية والتغيير انتهت، فبقت ما بتتكلم ما بتهاتر، فبقت تشير من موقع اسمه مجد. المجد ده أو هو اختصار للديمقراطية المنو كده، ما عارف الخرابيط. المهم واحد من المواقع الإعلامية والمنصات المدفوعة دافعها بريطانيا 3 مليون دولار ودافعينها المعونة الأمريكية والمنظمات الكندية والأمريكية اللي احترفت بها رشا عوض، مدينهم قروش يشتغلوا منصات إعلامية. فحنان حسن جايبة من الحتة دي إنه الليلة الوفد بتاعهم بتاع الدعم السريع والحرية والتغيير التغى بالسفيرة أو المبعوثة الأمريكية وشرحوا لها الأوضاع في السودان، واللقاء كان مثمر، وإنهم قدموا دعوة رسمية للدعم السريع يجي سويسرا عشان يعملوا اتفاق المساعدات الإنسانية. في نفس التوقيت امبارح الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي بالحزب الجمهوري والديمقراطي أجازوا قانون أو مشروع قانون يدينوا الدعم السريع ويصنفوه إنه بيشتغل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإنه إرهابي. طوالي قامت الحرية والتغيير، ما الأمريكان بيشتغلوا معاه كالعصا والجزرة. ده المثال الحقيقي. الكونغرس المشرع حقهم البرلمان حقهم دار يطلع قانون يدين الدعم السريع. هل الدعم السريع هيسكت؟ طوالي جروا مشوا قعدوا مع المبعوثة الأفريقية قالوا لا يا أخي، مع الناس دي هددونا. طوالي قامت قلت لهم تعالوا سويسرا، تعالوا سويسرا خلينا نوريكم، نوري العالم انكم انتوا مجتهدين في المسائل الانسانيه ومساعده وايصال المساعدات وغيره وغيره وغيره. الموضوع ده الدعم السريع هيقدم تنازلات تاني طبعا. هي المشكله وين؟ المشكله في الشرعيه والمشروعيه. الدعم السريع ده لما تيجي تقول والله الجيش ابات في دارفور، المتهم الاول منه الدعم السريع. حتى الجيش في زمن البشير الجرائم اللي ارتكبتها القوات المسلحة ارتكبت الدعم السريع. الكلام ده طلع في الأمم المتحدة سنة 2008، كانوا بيقولوا للجيش عندكم قوة اسمها الجنجويد. الجيش بيقول لهم ما بنعرفها، جابوا صور وفيديوهات قالوا لهم قاعدين في معسكراتكم، قالوا لهم ما شفناهم. الجيش ناكرهم في أضابير الأمم المتحدة، الجيش ما بيعرف حاجة اسمها الجنجويد. الجنجويد ده براهم قوة قامت كده مشت كتلت. الجيش لعبوا لك لعبة عجيبة. حميتي بدأ يفتش في المشروعية من الوقت ده. زول مصنف مجرم وزول مصنف إرهابي، لكن كيف يصل السلطة ويكون زول نظيف؟ الحاجة دي كان بتوفر له الحرية والتغيير والمنظمات الأمم المتحدة وغيره، إنه والله يا أخي حميتي يا أخي تاب. موضوع التوبة ده إحنا دايرين نشوفه حسي. طيب، فقاموا الليله مع الضغط ده من نون حيطلعوا له قانون. قام الدعم السريع طوالي قدم تنازلات، قال انا ماشي سويسرا. عندك شنو في سويسرا؟ قال دار نتفق مع الجيش على المساعدات والمعونات الانسانيه. والجيش ما يتفق معك، اتفق مع الامم المتحده طوالي اشتغل. نعم اديناك اوكي اشتغل، ما محتاج تقعد مع الجيش، تقعد معه في شنو؟ يعني تقعد في مع الجيش تقولوا شنو؟ اتفاقية جدة. طيب نحاول نرجع لموضوع اتفاقية جدة، ممكن الناس تبدأ من الأساس. احنا اتفاقية جدة دي ذاتها ما عندنا مع أي شغلة،
اتفاقية لا تسوى حاجة. اتفاقية عبارة عن كوبي بيست من قوانين الأمم المتحدة. هل يحق لزول في الكوكب ده يقعد في بيت زول؟ لا. طيب أنا محتاج قانون أو اتفاق أو تفاوض أمرقك من بيتي؟ لا، خليك قاعد لما نيجي أقتلك. بس أنا أمشي أقول لك يا أخي نرجع لاتفاقية جدة والمساعدات والإيصالات الإنسانية وخروج الدعم السريع من المستشفيات. دي ما محتاجة اتفاقية ولا محتاجة تفاوض ولا محتاجة سويسرا. الدعم السريع ما داير يمرق من البيوت اللي قعد رجعنا فيها، بس حنيجي نكتلهم. شوفوا لنا حاجة تانية نتكلم فيها، نتكلم في المسألة السياسية صرفه والاتفاق السياسي، عناصر وأزرع الاتفاق السياسي. إحنا بنحصن في القوات المسلحة وبنحصن في مكتب البرهان وبنحصن في الشعب السوداني من أي اختراق أو زول مشبوه. العربي ده نجيد واضح. أي زول يا أخواننا في حتة ما حتته اللي زح مع عربي نجيد. احنا قلنا يا اخوان الولد اللي اسمه على الدين ده شغال شغل سياسي، خلاص يزح على الدين. على الدين كويس اصرف، انت بتتهمه على الدين كويس، على الدين كعب، على الدين في الحته دي ما يقعد. لابس كاكي ولا ما لابس؟ ما لابس برا برا بس، لانه انت دار تسوقني في تفاوض واتفاق. اتفق واتفاوض في شنو؟ في حاجات زول قاعد لك في بيتك، ده دار له تفاوض؟ ده دار له اتفاقيه جده على الدعم السريع الرجوع الى ما في زول يرجع جده. ومن هنا احنا نقوي راس الدعم السريع، اوعوا ترجعوا جده، بلوا الجيش ده والجيش حيبل لكم، ما ترجعوا يا زول. لانه احنا في النهايه لو وصلتوا مع الجيش مع الامم المتحده مع الاتحاد الافريقي مع الكونجرس الاتفاق، احنا ما حيلزمنا الموضوع ده، حنكتلكم برضه. بس حنكتلكم، نقطة عربي انتهى. الداعم ليك والدعامي والمساند الدعامي في البلد دي ما تقعدوا لينا، ما حتقعدوا. احنا 10 شهور بنقاوم في الموضوع ده وحنقاوم 10 سنين و100 سنه، انتوا ما حتقعدوا في البلد دي، ما في زول حيديك شرعيه ومشروعيه. الدعم السريع الان بفتش في مشروعيه. حمد تزول متهم من زمن البشير ومتهم بعد ما وقع الوثيقه الاطاريه، متهم بفضل الاعتصام، متهم في نيرتتي مرتين، متهم في 3 شهور في الجنينه، متهم في دارفور، متهم في المساليد، متهم في الحرب دي. حميدتي لابس لابس، هل ده زول ممكن يسوق لك مشروع سياسي؟ ممكن طبعا. اذا كان حمدوك بيقعد معاه ويجي يقول لك انا ما بقعد مع البشير ولا بتفق مع الكيزان لانهم قتلوا مجرمين، حسي خلاه اتفق مع حميدتي بعد ما زمنه مع البشير انتهى، وجا اتفق مع حميدتي في الاطاري، وجا اتفق مع حميدتي في تقدم اتفاقيه اديس ابابا بعد ما الدعم السريع كتل السودان كله وحرق السودان. حاجه حمدوك يقول لك احنا والله يا اخي ما بنقعد مع زول مشبوه، لا هو انت ما قاعد مع حميدتي مشبوه، لانك انت ذاتك مشبوه يا راجل منو. حميدتي بدون مشروعيه وشرعيه بيقدر يحكم ويقعد؟ لا. برا لا، جوا هاي في ناس بيساعدوه. ياسر عرمان بيقعد معاه عادي، ما ياسر مجرم. خالد سيلك بيقعد معاه بيمضي عادي. لكن الكونجرس ما بيقدر يتعامل مع مجرم مصنف، ما بيقدر. حميدتي فقدت المشروعيه والشرعيه، ما بيقدر. الكونجرس رئيس امريكي يقعد مع حميدتي ما بتحصل. الرئيس الروسي يقعد مع حميدتي لانه الروسي ده مجرم، لكن بصفته رئيس انه حميدتي رئيس ما بتحصل. محمد بن سلمان علني يجتمع بحميدتي رئيس دوله للسودان ما بتحصل. الموضوع ده انتهى. الموضوع شرعيه حميدتي ليوم الدين انتهت. ليه؟ لانه مصنف نقطه عربي انتهى، ارهابي خلاص. خلاص. ده تاني الموضوع ده ما بيحصل. بفتشوا لو في مشروعيه حسي. مشروعية حميدتي انك تسحب الشرعية حقت الجيش تساوي معاه، بس ده شغال فوق الحرية والتغيير والمنظمات. والجيش ذاته ارتكب فظايع، الجيش عارفين ارتكب فظايع، واحنا الجيش معاه تعرف فيش. طيب اوريك المثال ده بتاع التناقض ده وانه علنية وفتح المواقف. فالليلة الكونجرس طلع قانون، هل الحريه والتغيير حتقدر تدافع عن الدعم السريع بعد المشروع اللي دخل الكونجرس ده؟ اذا هم بينادوا بالديمقراطيه والمساواه وحقوق الشعب السوداني، خالد سيلك ده شعاره. حنان حسن شعاره. حمدوك شعاره، حريه سلام وعداله. وحق الشعب السوداني والمظلومين. قامت الامريكا بتصرف عليهم، اللي بتصرف على التقدم، اللي بتصرف على رشا عوض، امريكا ذاتها. اللي عندها منظمات التابعة عليها بتصرف عليهم عشان يجيبوا الديمقراطية والإنسانية، قامت صنفت حميدتي وعملت له مشروع في الكونجرس ده البرلمان حقهم. المشروع هيمشي بخطوات لحد ما يصل البيت الأبيض ويجاز. بعد ما يجاز هسه في المرحلة دي هل في زول عينه قوية سياسي كده بيجي بيقول أنا واقف مع الحرية الدعم السريع؟
هل المرحمة الثاني بعد الكلام بتاع أمريكا ده بيقدر يقول والله الدعم السريع أخلاقه في الحرب والدعامة دي عندهم مشروع والدعامة دي عانوا، بيقدر يقول كلام زي ده بعد تصنيفهم؟ النور حمد لو عمل الحاجة دي يبقى الدعم السريع دافع له، هو النور هيعملها، حمدوك هيعملها، هيدافع عن الدعم السريع. انت في اللحظة دي هتستوعب انه ديل بيخالفوا في المبادئ والشعارات اللي بينادوا بيها وبتنادي بها احزابهم، في حاجة اكبر، الاكبر القروش بس. الاكبر انهم مشاركين في الحاجة دي الجريمة. والإدانة حتصل، الدعم السريع حتصل هون ذاتهم. الناس دي قبل كده اتفقوا مع الدعم السريع بعد ما فضل الاعتصام، وقعوا معه وثيقة. الوثيقة الدستورية دي مالهم ما واصلوا الثورة ضد الدعم السريع واللجنة الأمنية حقت البشير. ده سؤال استراتيجي عشان تعرف إنه الحرية والتغيير هي الدعم السريع ذاتها. لما الحرية والتغيير قالوا ياخذ جيش والدعم السريع فضوا الاعتصام، مشوا ومضوا معاهم وثيقة. ليه مضت وثيقة؟ ما كان تواصل في ثورتك. شنو يعني قتلوا مننا 200 او 100 شهيد؟ ما احنا بنقدم في شهداء في يوم واحد، في 2013 قدمنا 300 شهيد. شهيد سنهوري وفاطمة وسارة وهزاع، ديل في يوم واحد امريكا عملت فيها ما بتشوف ذاته. دي ما حصلت في الكوكب. 300 شهيد في يوم واحد ما تكلموا عنهم، وواصل النضال وواصلت الثورة وواصلت كل الولايات والأقاليم 10 سنة من النضال لحد ما تحققت الثورة. طلعوا نطلينا قالوا لنا لا نمضي معاون، وتمضي معاون وانت ما فيكم زول مصاب جوا الاعتصام ليه؟ ده سؤال ذاته استراتيجي. يطلع واحد حمار يقول لك صرفان محرش، محرشني منو انت حمار ولا ايش؟ وفي زول في الكوكب ده بيقدر يفهم راسي ده ذاته عشان يحرشني؟ يا حبيبنا سؤال بسيط، مضيت معاون ليه؟ طيب بعد ما مضيت معاون ليه ما جبت النتائج التحقيق؟ ما جبت نتائج التحقيق ليه؟ النتائج حقت التحقيق في فضل الاعتصام ما تقول لي يا اخي الوزاره بتاعت العدل والنائب العام مسيطر عليها من الفلول. انت كان عندك وزير اسمه عبد الباري. عبد الباري كل الحاجه اللي عملها ادى صلاحيات ل 13 مره اسمهم حنان حسن وصحباته كلهم ملحدات. قال لنا عدلوا لنا القانون بتاع الاحوال الشخصيه للمسلمين. مشى مضى اتفاقيه بتاعت جوبا وغير القانون بتاع النظام العام. قلت له يا اخي قانون النظام العام ده فيه مواد ما ممكن تزيحها. زول مشغل مسجل بصوت عالي وبتلفظ في الشارع، معاك امك في العربيه بسب لها، وتذكر المثال ده عبد الباري؟ قلت لك انت الماده دي شيلتها، ده ازعاج عام ما ممكن تشيلها. اي زول يعمل الدايره ما ممكن، دي ماده ما بتبقى بلد. حتى امريكا اللي انت قريت فيها قانون ما عندهم الكلام ده. لا 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 اصر بس نشيل القانون بتاع النظام العام. طيب فيهم مواد بتاعت غسيل العربات في الزلط، الزلط ده ملكيه عامه. الماده دي قاعده في قانون النظام العام. لا لا بس شيل القانون ده كله بره، ده انجاز انجاز ويحسب. خليك من المروه وتلبس وما تلبس، ده ما شغلت. كان عندك نائب عام، كان عندك وزاره العدل، ليه ما جبت التحقيق بتاع فضل الاعتصام؟ ليه ما جبته؟ مضيت مع المجرم قبلناها ظروف سياسية، ما جبت التحقيق ليه؟ طالع الليلة تتكلم ليه عن إجرام وما إجرام وفلول يا أخي. طيب حنمشي معاكم خطوة تاني، خطوة إز مهمة شوية كده. فين صفحة السفيه الحمداوي؟ انا اسمك نسيته، بيبدا بشنو؟ السفيه دي ما بسيت، ما كاتبه السفيه. اسمك اسمك بيبدا بشا. اخو بشا والله. طيب ما هو بنزل حاجات كثيرة متجرس، ما كلها كورة وفي النص. سيدي الحمد لله، انت مسحت شنو؟
عندك لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر الآية. فأنا ما دا أنا دار دي خليها في الأخير. نمشي لشبشب الملك ونجلس فيها الحمدابي. طبعا سيف الحمدابي المقامات محفوظة يعني. شبشب الملك يعني أهم منك شوية. طيب شبشب الملك داير لنا في الفلك بتاع الإنسانية والمساعدات والاتفاق بتاع منه؟ بتاع سويسرا. قال لنا المساعي التي تدور خلف الكواليس قد تقود الطرفين إلى اتفاق إلزامي لوقف الحرب وربما قريبا جدا، ولكن طبعا لازم يخط ليروح مساحة هروب. أول حاجة قال المساعي التي تدور خلف الكواليس قد تقود الطرفين إلى اتفاق إلزامي، يعني الأمم المتحدة والبرهان والجيش والدعم السريع بيعملوا في اتفاق من وراء الكواليس، ما في زول عارفه في الكوكب إلا شبشب الملك المؤسس. خواجات قاعدين، الجياشة قاعدين، الدعامة قاعدين. اضرب لنا عليك الله شبشب داخ. شبشب اخبارك شنو؟ من الشاور معك، رايك شنو في الاتفاق؟ يبقى الزامه ولا ما يلزم؟ لا لا الزموه، المعلومات كلها عنده هو. المساحة بتاعته اللي هو انه هو الرهيب وهو العجيب وهو الزبيب البسيمة وانه هو الفاهم اي حاجة. مسألة التعالي دي. فقام قال يا اخي في اتفاق بيدور في الخلف الكواليس. احنا ما بعنينا، قال حيكون الزامي للطرفين، احنا برضو ما بعنينا، احنا ما طرفين النزاع. الحاجة اللي انت ما قادر تستوعبها السفيه الحمدابي وشبشب الملك انه الشعب السوداني الان اصبح القوة العظمى الوحيدة في الارض. فانه الجيش قاعد مع الدعم السريع الموضوع ده ما عنده اي معنى، ولا حيوقف مقاومة ولا حيغير من اتجاه الشعب السوداني ولا حيوقف جيش الشارع. ما مشيت جربتوها في جدة مرتين وثلاثة مرات، جربتوها في الليقات، جربتها في المنامة، الناس ماشية. إصدار قوانين وقرارات أو تسريب إنه في تفاوض بزيد المقاومة قوة ومزيدا من التسليح، عشان كده ما بيسربوه، لأنه طوال ردة الفعل بكرة صباح تتفتح معسكرات جديدة. ما رافضين الناس، فهو حسي بيتكلم من لغة التعالي بتاعت إبعاد الطرف الثالث اللي هو الشعب السوداني، بيتكلم عن رأيه. قال رأيه شنو؟ رأيه شنو؟ رأيه قال في طرفين حيقعدوا حيتفاوضوا والموضوع ده ممكن يكون إلزامي ليهم. ما يبقى إلزامي، إن شاء الله الجيش ما يفك ولا طلقة، والجيش سلاحه ما كله بقى عند المواطن. خليه بكرة الصباح صادروا، صادروا سلاح الجيش، صادروا رصاص الجيش، أصدروا قانون بمنع القوات المسلحة من ضرب رصاصة واحدة. ما سلاحه يا اخي تاتشيرات عند المواطنين، تاني في شنو؟ المسيرات دي سايقينها مستنفرين، مستنفرين ده لذاتهم مواطنين، تاني عندكم شنو؟ قال لك الزامي، الزامي لمنو؟ الموضوع ده مستمر يا بيبي. قام قال ولكن، ولكن دي هي المهمة. قال هل يملك الطرفان الآن السيطرة على مجريات الحرب وخاصة الجيش؟ والدعم السريع ماسك السيطرة يعني؟ قال وخاصة الجيش، يعني تاس مقتنع بسيطرة الدعم السريع؟ اخوانا ده ما دعامي، شبشب الملك ما دعامي، ما فارق معاه الدعم السريع. عنده حقد وغل على القوات المسلحة والشعب السوداني لا يوصف. يعني حتى هسه دي انه الدعم السريع ده مو مسيطر، ما ساواه مع الجيش. قام قال له هل الجيش عنده السيطرة على مجريات الأحداث؟ الجيش ما عنده السيطرة، المتحكم في الجيش منه؟ نجاوبك إحنا طوالي. المتحكم في سيطرة الجيش على مجريات الأحداث منه؟ متحكم في الجيش منه؟ مش ده، ده مش مش ده دي رسالتك؟ قال قال وخاصة الجيش، الاتفاق خطوة عظيمة لكن تنزيله لأرض الواقع ستواجهه بمعضلة كبيرة جدا، وسيكشف الناس أن الجيش لا يقود ولا يملك قرار الحرب فعليا. أما الدعم السريع لا يستبعد أن ينشق عنه فصيل ما بأي حجة لمواصلة الحرب، ننتظر بياناتنا الأيام. إحنا كلامك ده طبعا ما فيه انتظار، إحنا نقول لك حسي أي اتفاق هنا يوقف الحرب دي لمصلحة الدعم السريع أو مصلحتك مرفوض. الحرب مستمرة إن شاء الله 800 سنة، خدت المحادي دي في راسك. واحد،
الجيش ما عنده قرار ايقاف الحرب دي لانه حصل اعتداء على السودان، يبقى الجيش من واجبه الاخلاقي والعملي انه يدافع لحد ما العدوان ده ينتهي. الحصل في السودان ده ما تمرد، الحصل ده عدوان خارجي. الموضوع ده حيلزم الجيش لحد اخر عسكري بل نص القانون. يعني الجيش قصة انه يوقف الحرب دي بسلام ما بيقدر، ما في اجانب قاعدين في السودان ما حيقدر، الجيش ما بيقدر. انت دي حاجة ما فاهمها ولا حتستوعبها. الايحاءات بتاعت ان الجيش مسيطر عليه، مالك الليله ما قلت الكيزان مسيطرين على الجيش؟ ليه؟ ما قلت الجيش يا اخي هل يقدر انه هو ما متحكم؟ الجيش داري انت قالوا حيوقف، يعني الجيش داري يوقف؟ منو داري يوقف في الجيش؟ كده جيب لنا كلامه. انت المساله بتاعت انك انت توحي للحاجه وتضلل وشغال تضليل، ما تجيب الكلام بالاثباتات. جيب الكلام المثبت. البرهان بيطلع في حته عامه بيقول اخواننا البل لحد ما الناس اللي امنوا. ياسر عطا الليله قال لك سنار النار، ويتكلم عن المقاومه ويتكلم عن غاضبون ويتكلم عن وقفه الشعب السوداني. حشغل لك تسجيل ياسر عطا قال لك سنار النار. بل الناس دي ما بتتفاهم. انت جبت الكلام بتاع انه في ايحاء بتاع التفاوض او انه الجيش داري يقعد لكن في جهه مسيطر عليهم. منو المسيطر عليهم في المدرعات؟ المسيطر على الجيش في المدرعات منو؟ كيزان ذاته بيقدر يوصلوا كيف المدرعات؟ قاعدين فيها الجياش محاصرين بحاربوا لهم 10 شهور، ديل انا اقول لهم واصلوا حرب كيف؟ هم بيهاجمون في وادي سيدنا، بيهاجمون في بابنوسة، بيهاجمون في مدني. الجيش مهاجم، في جهه بتهاجمه، كيف تجي تقول الجيش ما قادر يسيطر؟ كانه الجيش هو البدو بيقود الحرب، الجيش قاعد يهاجم نفسه في المدرعات، الجيش بيهاجم نفسه في بابنوسة، في نياله، في الضعين. كيف؟ الجيش ما قادر يسيطر ولا الدعم السريع ما قادر يسيطر؟ ما الدعم السريع بدل المعركه دي بالهجوم، الجيش كان بيدافع وما زال يدافع، قاعد في المدرعات محصن نفسه خلاص تمام. انت كيف تتهم الجيش انه هو بيدور المعركه؟ وهو محاصر جوا سلاح الاشاره، هو محاصر في حطاب، هو محاصر في 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 الضعين، كيف يعني؟ الايحاءات بتاعتك الليله مالك ما قلت كيزان عديل وانه البرهان مختطف من الكيزان، في شنو؟ بديت تتاكد انه البرهان ده بليكم براء ودرايو؟ بديت تتاكد انه هو المعرسكم؟ حنمشي طوالي للخط الجديد اللي ماسكه السفيه الحمدابي. الخط بتاع السفيه الحمدابي بيقول شنو السفيه الحمدابي؟ السفيه الحمدابي هو طبعا زول كادر مخصص بتاع شنو؟ بيشتغل من الخفاء، بيشتري الاصوات، يمشي الجامعات، يشتري المحزبين، يعمل اللي ده مقاومه، يصرف، ما بتاع مواجهه، يعني حياته كلها اقصى بوست عنده خدت في صورته حاضر روحه بيجيب له 6 لايك بالرجاله وبالزعل، تلقيه يرسل الناس في الخوف ما لايكتوا لي، لما نزلت صورتي ما شفتوها في البحر. المهم فالزول ده الان بقى الان هو مواجهه، ف بقى في الواجهه، فخش مع اهله في تجاوزات، بقى الموضوع محسوب عليه شخصيا وبقى مطلوب. هو عارف الكلام ده، اهله طالبين كان بينبذ اهله وديل بتاع طنبور وديل بتاع مفحطين وما بيركزوا وما بيثبتوا، لقى الموضوع ده ما جايب حقه، مسك خط جديد اسمه شنو؟ الكيزان. الكيزان الوين؟ بدأ يطلع في صور الكيزان في الشمالية البدعم القوات المسلحة. الحاجة دي كويس ولا كعبة؟ من الليلة ندعو كل الكيزان أي كوس في السودان اسمه ما جاء في صفحة السفيه الحمدابي ده حيعرض نفسه للدروة. المغسلة والدراي كلين بتاعتكم يا كيزان، تتغسلوا من ذنوبكم وتتطهروا قدام الشعب السوداني، الفرصة الوحيدة اللي حنفتحها لكم في صفحة السفيه الحمدابي. اي زول السفيه الحمدابي ما جاب اسمه معناه ده ما اشتغل للجيش. احنا ما بنعرفكم بتحد بتدوا الجيش في شنو، ولا عارفين انكم بتدفعوا للمقاومه في شنو. السفيه الحمدابي ما خط صورتك وما فضحك وما قال انت بتدعم في الجيش وانت كوز، انت حتمشي الدروه قبال البرهان، ما عربي نجيب بس هسه عنده نموذج هنا. قال هنا طيب، قال لما تعمل فيها وطني وحريص على الجيش وتعمل فيها ما عندك علاقه بالكيزان وتعمل فيها ما شغال في غرف اعلاميه للكيزان وانك بتقدم عمل يصب في مصلحه الجيش، نحن طوالي بننكت لك ماضيك كله ونخطه لك قدامك،
ونقول اتفرج في نفسك يا امير، يا شوف مسيرتك الذاتيه، جلد البنات، ما اعرف شنو. جايب زول محمد طاهر ايله ومعاه الشكري، المهم ناس كيزان واصلين، قاعد مصور مع منو؟ مع طاهر ايله. المنشور حقك عامل 402 154 تعليق، 81 شير. لو ما وصلت 300 شير انت معناه كوز تعبان، انت لسه حرامي. لازم السفيه الحمدابي ده يشير انك انت واقف مع الجيش حسي، وانه تاريخك كوز. لو ما عملت الحاجه دي ما تجينا. دعوه لكل الكيزان، ما وقفتوا مع الجيش والسفيه الحمدابي ما جاب صورتك، انت معناه زول شنو؟ انت زول محايد، وحنبين لك احنا اللي حنجيبك. انا لو جبتك موضوعك انتهى. تاني جاب منو؟ تاني جاب منو؟ جاب له صورة بتاعت زول ماسك له كلاش كده، كنت شفتها. ايوه، قال تتخيلوا الزول ده اغنى من مدير البنك او البنك عديل حقه. بعد تشوفوا الصورة دي تتخيل ده مواطن بسيط بدافع عن الاعيان المدنية وعن اموال المواطنين البسطاء. تتخيل القبة تحت فكيه. قال خلينا نخش في الغريق ونشرح لكم. شال بندقية وظهر بالشكل ده، اسمه عمر سلامات، معظم اموال البنك مستثمرة في مشاريعه الخاصة، مدارس خاصة، طاحون الذهب، مزارع دواجن، محلات كوفير وتجهيز عرايس، ويشاركه في ذلك مدير البنك بابكر. بابكر وعمر سلامات. الزول ده قال انكم غنيانين وعندكم قروش وبتدعموا في الجيش. بكره الصباح دايرين بكاسيكم بقروش المواطنين دي، تشتروا لهم بكاسي، تشتروا تاتشيرات، وبكره الصباح تقوموا تمشوا الحاميه العسكريه، او انتوا حتكونوا حراميه. اي كوز ما جاء قدم فروض الطاعه والولاء للقوات المسلحه دي حيتبلى، ما عرب نجيد تحديدا الكيزان في الشمالي. انا حنتظر السفيه الحمدائي بيجيب صوركم، يجيب اسماءكم وسيركم الذاتيه، وحاجه ابين لكم. انا حاسال في هناك الاستخبارات بتاعت الحاميات العسكريه، فلان الفلاني ده ما جاب لكم ولا ما جاب؟ ما جاب. بكره الصباح انا لما نتكلم عنك انت بتبقى بعدك مجرم. هسه عندك الفرصه. جبنا الكلام ده من وين احنا؟ جبنا الكلام ده من استحقاقيه الحريه في اتخاذ الشعب السوداني في رايه. انا اخوانا واقف مع القوات المسلحه، في زول عنده معي حاجه؟ انت تقف مع الجيش، انت اصلا تاريخك فلول، انت وش دخل امك؟ انت ماذا ادخل امك في الحته دي؟ جاي حاشر امك، انا داري مع الجيش، انت مشكلتك شنو؟ طيب قالوا احنا نسامح حميدتي في جرائم اللي ارتكبها من 2003. حميدتي ما ارتكب جرائم في فضل الاعتصام، عشان ياسر عرمان يقول والله حميدتي اعتذر وتاب عن جرائمه واحنا قبلناه. انتوا قبلتوا حميدتي جوه في في في, في تقدم، ومضيتوا معاه ليه؟ مضيتوا مع حميدتي في الاطار اللي ما مجرم وما كوز وما تربية الكيزان وما صنع جهاز الامن وصنع البشير وصنع طه عثمان وصنع صلاح قوش. قبلتوا ليه؟ سامحتوا ليه؟ احنا رايكم ما شغالين به، لكن داير اعرف انت سامحت حميدتي وقفت معه بعد جرائمه دي كلها ليه؟ يا السفيه الحمدابي، انت حسي مسامحه ليه وما مسامح الكيزان ليه؟ عشان حميدتي عمل لك شنو؟ انت ذاتك حميدتي ده عمل لك شنو؟ الحاجه اللي عملها لك حميدتي خلتك تشوفه قلوب قلوب، عمل لك شنو انت؟ في شنو عند حميدتي ما عند الكيزان؟ انت لقيت فيه شنو؟ لقيت فيه شنو؟ مثلا الطول؟ مثلا شنو يعني لفت نظرك؟ كده احكي لنا انت زول شاعر مريع، زول سفيح حمرابي، احكي لي يعني اللي عجبك في الدعامه دي؟ البوب ده، البوب ده بواريك عجنة، وحياة اسم الله بواريك الشراسة شريسين صاق عدل اللي قاعدين ياكلوا الدبيب حي، والله بعد ذاك بخلوه حي، يقول لك اسمع الدبيب ده ممكن ياخذ لي اسبوعين كده تاني يقوم تاني ياكله. انت عجبك شنو؟ لماذا لما تجي لفضيحه زي دي، اسمع الفضيحه دي، اسمع الفضيحه دي، عشان بس هم في النهايه يوروك انهم هم دعامه. هو السفيه الحمدابي متستر ورا الدعم السريع، هو الدعم السريع ده السفيه الحمدابي. الحريه والتغيير هي الدعم السريع، والدعم السريع في الميلان ده للمساكين سيغشنهم مرتزقه ما بقروش. يحمي تشترى لهم زي ما اشترى المقاتلين بتاع الدعم السريع للبشير، مش اشترى لهم مقاتلين بس. الموضوع ده حق ياسر عرمان وحمدوك
ومريم الصادق والسنهوري. لكن هنا هنا اسمع اسمع الحتة دي جميلة دي عليك الله، حتة جميلة خالص. حماده اشتقنا لصوتك والله. كثير من الدروس أهمها أن المسار القديم للسودان غير عادل وغير منصف. لذا فحينما رأيت شباب وشابات ثورة ديسمبر المجيدة لم أتردد في الوقوف في صفهم ضد ظلم النظام البائد واستبداده وفساده. رأيت أن أشاركهم في رغبتهم في التغيير إلى الأفضل وبناء السودان. حاولت ما استطعت فأصبت حينها وأخطأت أحيانا، وآخرها خطأ انقلاب 25 أكتوبر الذي تبين لي منذ يومه الأول. هنا حميدتي جلد قحاتة في شهر ثلاثة، لقيت تتكلم زيه. هنا حميدتي جلد قحاتة في شهر ثلاثة، قال لهم أنا تبينت خطأ الانقلاب منذ يومه الأول. جاء اعتذر لهم، قال له خلاص احنا جبناك، خلاص اجيب معانا في التحول الديمقراطي. نفس الكلام ده. أيها الكيزان في السودان، السلام عليكم، كيف أخباركم؟ واحد دارين قروش، طبعا قروش الشعب السوداني شلتوها ونهبتوها، والحرية والتغيير ما حاسبتكم وحاكمتكم. اعملوا لنا خطاب زي دي، صغيروني كده مدته حسي حتى اللي اعتذر فيه. والحرية والتغيير طوالي غفرت له جرائمه، جرائم ارتكبها من 2003 غفرها له طوالي. أسرع عرمان غفرها، خالد سلك غفرها، سفيها الحمدابي غفرها، شبشب الملك غفرها، حنان حسن الماسكلين القضايا والشهداء الكتلون الدعم غفروها. عمل شنو حميدتي؟ قال لهم والله انا بس ارتكبت اخطاء حينا وحينا اصيب، واخر خطا ارتكبته مشاركتي في انقلاب 25 اكتوبر. حلو. اي كويس في السودان حسي بكره صباح تعمل لنا خطاب زي ده، انك انت شاركت البشير وانه انت الان تدعم القوات المسلحه، تجينا اقرب حامي عسكري تخط لنا شوال السكر ودي صوره صورتين تقان الله يحب المحسنين. الحرية والتغيير تدي روحها صكوك الغفران، تقول الدعم السريع اعتذر لينا واحنا قبلانين وخلاص مشيناه. يطلع السفيه الحمدابي عشان فلان الفلان واقف مع القوات المسلحه جايب جيش. يا اخي يا اخي ازهري، السلام عليكم ازهري، كيف اخبارك؟ ازهري جاب لك جيش 30 تاتشر مجهز، اشترى لهم بين حرماله من قروشه، اشترى 30 تاتشر معاه اخوانه في الشماليه، اخواننا في دنقله في الشماليه جهزوا 14,000 مقاتل مستنفر. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. جهزوا معاهم 15,000 كلاش. الكلام ده كان قبل 3 أسابيع قبل زيارة البرهان ذاته، والبرهان لما مشى ما كان عارف، رغم أنه أنا جيت قريت إنجازات الولاية الشمالية. جهزوا 750 عربية، زول واحد اشترى فيهم 30 تاتشر، حاضر، دفع 20 مليار كاش، اشتروا 14,000 كلاش، دفعوا للجيش، الجيش مشى جاب لهم، جاب لهم بيزيتا. الحس انت شفتوا فيديوهات الناس بيطلعوا كلاشات من كيس ده في الشماليه. جهزوا 750 عربيه مقاتله بثنائيه برباعيه باي حاجه، حمايه ودفاعا عن ارضهم وعرضهم من العدوان. الناس ما مشوا هاجموا الدعم السريع في مناطقه، قاعدين حارسين روحهم. يجي واحد يقول لك ده الكيزان، ما كويس يدفعوا الحاجه دي، واحنا الكيزان مشكلتنا معاهم شنو؟ سرقوا حاجه يرجعوها علينا، نقطه عربي انتهى. بس سرقته ورجعوا. هسي ده بيتهم انه في كوز جاب له قال عانوا له، هسي هو واقف مع طاهر ايلة والليلة بيدعم في الجيش. اي زول وقف مع طاهر ايلة ما دعم الجيش، السفيه الحمادة رفع صورته، واحنا ما شفناك في حامية حنبل ميتينك. عربي ما نجيب. اي كوز ما وصل حاميه قدم زي ما قدموه ناس الولايه الشماليه اللي بيفضح فيهم السفيه الحمدابي، ده عندنا كوز مجرم، وده عندنا طابور خامس. حنعاملك زي معامله الحريه والتغيير، حنعاملك زي معامله الحريه والتغيير. الساده الكيزان بكره الصباح
الشرط بتاعكم الحريه والتغيير قبل اعتذار حميدتي. قال لهم انا بس اسف شاركت في الخطا بتاع 25 اكتوبر، ماتوا فيه 125 شهيد، يتحمل الدعم السريع دماؤهم، يتحمل خالد سلك دماؤهم. قالوا بس خلاص تاب، خلاص نقفل الملف. خالد سلك شال الملف بتاع الشهداء، مش قاعد مع المبعوث الامريكي والسفير الامريكي ومنزل الصوره في صفحته، قال الملفات دي احنا حنفتح بها بلاغات جنائيه في الدعم السريع والشرطه والجيش. اول من حميدتي قال لهم انا بس والله بس اعتذر عن في مشاركه في مسؤوليه في تغيير وتعويض للنظام الدستوري. قال لا خلاص احنا نقبل الاعتذار. الليله لما نيجي يقول لنا السفيه الحمدابي اي كوز في الدنيا دي ما تنزل صورتك في صفحه السفيه الحمدابي، يبقى انت ما داعم للجيش، يبقى انت لسه متآمر تسعوا بما آتاكم الله من قوة، إنه اسمكم وصوركم تنزل في صفحة السفيه الحمدابي، لأنه لو لحقت نزلت في الصفحة دي، أنت معناها متآمر على السودان، وأنت لسه بتمارس في كوزنتك، وحتتبلى زيك وزي الحرية التغيير، ما عربي نجيد؟ عربي نجيد ولا ما عربي نجيد؟ إحنا ما لعبة، وإحنا ما شعب بيزول، تمام؟ إحنا ما لعبة وما شعب بيزول، أي سياسي فيهم يغير رأيه في مرحلة يتحالف مع زول يغير رايه وندفع ثمنه احنا، الكلام ده ما مقبول. احنا اللي بنحدد منو نتعامل معاه ومنو ما نتعامل معاه. عندنا شروط ما اسماء. عندنا شروط، اول حاجه تدين لنا الدعم السريع ده كفاحا وصراحه، بسم الله الرحمن الرحيم. تبدا خطابك لما تيجي تخاطبنا يا سياسي يا سوداني، تدين الدعم السريع اول حاجه. تعلن دعمك للقوات المسلحة، تعلن دعمك للشعب السوداني، تسميها معركة الكرامة بعدين تقول لنا كلامك قدر تقوله، غير كده احنا ما في زول يطلع يتكلم باسمنا، وما في زول يقول لنا شعبنا، احنا ما شعب يزول، واحنا ما حقين زول. شايف الفضايح دي حسي انت براك، شايف التغير في المواقف، سمعت انت حمدوك قال شنو؟ اسمع حمدوك. حمدوك الليلة بيتهم القوات المسلحة وبيتهم الجيش وبيتهم البرهان وبيجيب لنا في 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 طيب هنا تفضل يا احمد اوكي. يحفظكم الى قواتنا المسلحه، جيش، دعم سريع، شرطه، مخابرات وكل الاجهزه النظاميه والامنيه. أقول إن الشعب هو السلطة السيادية النهائية، بل القوات المسلحة هي قوات هذا الشعب. أيوة، تأتمر بأمره وتحفظ أمنه. أيوة، وتصون وحدته. أيوة، وسلامة أراضيه. أيوة، وهي منه وإليه. أيوة، ويجب أن تدافع عن أهدافه. أيوة، ومبادئه. شكرا يا حبيبي. على الشعب أن يقابل ذلك بالتبجيل والتقدير والله والإحطار. ده اللي عملناه يا حمدوك، وتوفير كل ما يلزم. احنا سمعنا وصيتك بتأهيل قواته ودعمها حتى يتحقق شعار جيش واحد شعب واحد. وحينها المرحوم حميدتي لن يكون هناك خوف على مستقبل البلاد وامنها ومستقبلها. احنا سمعنا وصية حمدوك في خطابه بتاع الاستغالة، هو ده خطابه بتاع امانتكم ردت اليكم، ما هو ده خطابه ذاته. انت قال شنو؟ شكر القوات المسلحة ودعا الشعب السوداني يقف معاها وقال لنا تأتمروا بأمرها عشان تحققوا شعار شعب واحد جيش واحد. سمع أنا ما ذكرت إنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بناء. خلاص بس شكرا لك. هذا الخطاب اللي استغال فيه حمدوك، قال لنا امانتكم ردت اليكم. في الخطاب ده شكر القوات المسلحه، وصى الشعب السوداني انه يلتف حول القوات المسلحه وانها هي اللي بتأتمر بامره، وقال نكون معاها جسم واحد حتى يتحقق شعار شعب واحد جيش واحد. واحنا سمعنا وصيه المؤسس والذي نفسي بيده. اول مره طبعا الليله اسمع الموضوع ده، في زول مرسل الفيديو ده 17 دقيقه ومرسل لي قال لي الدقيقه 9 و10 ثواني بيتكلم فيها حمدوك عن الجيش. الفيديو ده انا سمعته اقصى مده سمعته كانت دقيقتين و10 ثواني او 17 ثانيه، شغلته هنا كتير
بتاع استغالته ده، لكن قباله هو اتكلم عن الجيش قال شنو والله ما سمعتها. فاحنا بنقول له حمدوك في 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 غرفه اكسجينه، وبنقول له في غرفه مرضه، وبنقول له في حبسه الارادي. انت حمدوك ما قلت الجيش ده هو الصمام، والجيش ده هو الامان، وانه الشعب يقف معه، واحنا حققنا الحاجه دي. هس انتوا طالعين توصفوا الجيش السوداني والشعب السوداني انه ارهابي، وانه الجيش ده بيتمر مختطف. انت ما كان تقول مختطف دي وانت قاعد، ما كان تقول اسباب استغالتك انه الجيش السوداني كان مختطف والقرار ما عند البرهان. ما قلت الكلام ده مالك؟ قلت انا ارد اليكم امانتكم، احنا جبنا الرد بتاعك واطلع بره انا ما نشوف ميتينك ده. ما عربي واضح، عربي واضح ولا ما واضح؟ الليله الكيزان احنا بنقول لكم الحريه والتغيير شغاله بمعيارين. الزول اللي بتتفق معاه وماشي معاها بترضى عنه يقول لك ده تمام، اتجاوز للدعم السريع عن جرائمه وغفروا له، بيشيلوا الحق ده من الشعب السوداني. احنا بنقول لهم الدعم السريع ده هسي احنا بنحارب فيه وفي تمرده، ما في فضل الاعتصام ولا في جرائم السابقه، بس في تمرده ده كده. تعالوا نحسم الموقف ده. قالوا لا احنا غفرنا له من 2003، وده الدعم السريع جاب الحصار للسودان والحظر والجنائيه. ما دي جرائم الدعم السريع، جرائم حميدتي واعوانه، هي دي جابت الحاجه دي، خلت الحريه والتغيير تلف بينا في الامم المتحده. الليله هم بيشوفوا انه الدعم السريع ده هو المسيطر وهو القادر وهو المتمكن. اسمع العرب اللي بيقولوا لك، الدعم السريع الان يمر بمنعطف خطير حقيقه. والكلام بتاع شبشب الملك قال انا خايف في فصيل من الدعم السريع يتمرد على الاتفاق ويواصل حرب. داري يعمل شنو؟ هو له فتره بيلمح انه الدعم السريع الكيزان بيمول الدعم السريع، ممتاز، وبيمول الجيش، مصلحته انه الحرب ما تقف. طبعا ده بمخه المفكر، هو ما بيجو سكريبت وبيطلع. احنا لو ممولين الجيش ده، ممولوا الجين ذاته، احنا هنقف مع الجيش ده لحد ما يكتل الدعامة. يعني قصتي انك تفتش اسباب انه المعركة دي مستمرة ليه، وما قادر تشوف اللي بيعمل فيه الدعم السريع ده في السودان، وتصريحات الدعم السريع، واستعمار الدعم السريع، ونزوح المواطنين، والخطر الباقي لنا ببقاء الدعم السريع. فأي كلمة انت تقول احنا بنقول لك قدر عقلك وقدر مصاريفك، ربنا يفتح عليه وعليك. اسمع، فهو أسدار يقول انه الدعم السريع ده في اتفاقية خلف الكواليس. شبشب الملك بيقول في ودي انشراح قال في اتفاقية خلف الكواليس بتتم، لكن في فصيل من الدعم السريع هيرفض الحاجة دي وحيتمرد. ليه؟ لانه الكيزان دافع له انه ما يقبل وانه يواصل في القتال، وقال الايام وبيننا حيشوفه. الايام ما بيننا ولا بينك انت، براك شايف انه قوات الدعم السريع سيدة ذاته قال في حاجة اسمها متفلتين، وسيدة ذاته حميتي قال في حاجة اسمها كسيبة. يعني شنو؟ بيشتغلوا بدون اوامري ولا يخضعوا لي. تجي انت الليلة تقول لهم اليوم الجاي عشان توريني انت الواد شاطر اكتشفتها، ايه الزكاوة دي؟ حميتي ذاته طلع قال لي، قالوا لي روحوا مبرر، قال في قوات بتقاتل باسم الدعم السريع وهي ما تابعة للدعم السريع. قال كده، قال خشت مدني وسرقت ونهب سماهن الكسيبه. فانت حاسس دار تمرقوا اول حاجه بقصه المتفلتين، ودار تمرقوا انه القوه دي ذاتها بيمولوها الكيزان. الحركه بتاعتك لطيفه، انا عجبتني، مع انه الدنيا نص اخر شهر، لكن يعني نص اخر شهر كده، فشكلك دار مصاريف. والواضح جدا انه الجوني بقى رافع يده، لانه اول امبارح فيصل محمد صالح قال الدعم السريع بترتكب جرائم وارهاب. فيصل شكله كده حلم ما كعب في حاجه، المهم قروشه نقصت، لقى له زول تاني يصرف عليه. فيصل وزير الاعلام بتاع حمدوك اول مره يعمل الحركه دي، واضح انه الدعم السريع ده في يدين بدات تترفع منه الحريه والتغيير. فالدعم السريع لما نتخطى في مواجهه براو بيكون شرس، لانه خلاص ضمن انه مشروع السياسي، مشروع العسكري، مشروع الشعبي والتعبوي، مشروع السياسي في الحكم فشل، فحيركبكم. احنا الايام بيننا في انه الدعم السريع حيركبكم انتوا ديل، وانت ذاتك حتلف كده مول، حيقول لك تعال الميدان، ولا حيطلعوا لك مستنداتك انت ذاتك، خالصينك ده حتشوفوه في الصحافه.
ياسر عرمان حشوفوه في عبره، لازم يلبسوا الكدمول يجي يقاتلوا. الدعم السريع ديل صعبين بالمناسبه، حتى الشيطان ما بيقدر يمشيهم. بيجوا بعدين بيقول لك اسمع احنا ما صرفنا عليك، نقطه عربي انتهى. والله العظيم استعدوا يا قحاده، ولا حتكون كارثه القرن ولا فضيحه، احنا عارفين انكم مشترينكم، ما في حاجه حتفاجئنا. لكن الدعم السريع الان المنعطف المغربي شنو؟ ان هو اساسا قواته مقسمه، وانت سامع كل يوم في خلاف بين جلحه وبين كيكل في الجزيره، في شرق النيل وفي الكلاكله بيتقاتلوا، في القبائل المكونه للدعم السريع عندهم صراعات من 2023 شهر 7، اتحاربوا في جنوب الخرطوم ومشوا تموها في دارفور وتموها في الضعيم بالمناسبه، قبل سقوط الضعيم مذكر الدبابات الطلعه ديك في شهر 10/22 مذكر، والحامية طلعت معاها مجموعات كانت بتقاتل الدعم السريع في الخرطوم، مشوا هناك لقوا انه الدعم السريع هناك استباح اعراضهم وقتل وخطف نسوانهم. فالموضوع بتاع انه الدعم السريع يتقسم دي اصلا ما فيها اثنين ثلاثة، حيتقسم. كيكل ما ممكن يقود الدعم السريع في وجود القوني. القوني ما ممكن يقود الدعم السريع في وجود عبد الرحيم. عبد الرحيم ما حيقبل بعزة الماهري. عزة الماهري ما حيقبل بفارس النور. ده موضوع منتهي. ودي واحدة من انه اسلحة ربنا سبحانه وتعالى انه يفرتق الكيان ده من جوا ومن برا. مع عربي نجد. فانت ما تعمل لنا فيها في سوف وفاهم. التلميحات بتاعتك استمرار الحرب لانه في جهات بتغذي فيها. كدت عالم مرقة الدعامة ديل من بيوتنا، احنا ما عندنا معك مشكلة. في الموضوع بتاع مرقة الدعامة من البيوت، عين السفية الحمدابي حبيبنا ده، وطبعا احنا اخواننا بنقول الناس ديل نرفع بيهم، قلنا مستوى الوعي، يعني ما تبقى زي الزول ده، ما تكتب الكلام ده، ما تقول الكلام ده. ده حتكون بنفس السوء حقه. قال شنو؟ السفية الحمدابي ذكر لنا آية. سبحان الله. بناجيل يخط في صور الصغيروني، واحدة جنب البحر واحدة في الاستاذ. قال شنو؟ قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. سورة الحشر الآية 14. واحدة قامت ردت له وقالت له: أي والله الجنجويد قاعدين في بيوتنا وبيقاتلوا من ورائها وبرضه في الإذاعة. ندى طه قام هو رد لها شنو ومسح تعليقه. وينو تعليقه؟ كان عامل له سكرين. يعني الفهم بتاع الآية دي إنه الناس الجنجويد ديل بيقاتلوا في الناس من وراء الجدر. قامت قالت له: والله قاعدين في بيوتنا وقاعدين في الإذاعة. قام قال لها: هيتي وكيد عندكم الكلام ده ما تمشي تطلعوه من بيوتكم. لقى روحه اتورط، انا عامل سكرين ليردك ده. طيب السفيه الحمدابي يوم الفتح المصحف مش جاب الايه دي، داير يطعن في القوات المسلحه انه القوات المسلحه تقاتل من وراء الجدر، يعني فهمت؟ وانه الجيش بتاعكم ده بأسهم بينهم شديد، و يعني بيحاول يلمح للجيش. فالزوله فهمته قالت له: يا اخي ده الدعم السريع وقاعد في بيوتنا. هو ما شرح حاجه، هو بس كتب الايه وسكت، يعني ما وصف جيش، ما وصف قوه، ما وصف حاجه. طيب الايه بتقول شنو؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. الآية 11 دي ما مطبقة فيك. ما الناس عملوا استنفار، انت قلت لي لو طلعت والدعم السريع خش لكم بيوتكم بنجيف معاكم. انت الايه دي ما كتبتها ولا قريتها في سوره الحشر ذاتها، ما هي بتتكلم كده السياق. الايه دي نزلت في اليهود. اليهود بأسهم بينهم شديد، الجيش بأسه بينه شديد وين؟ كده دي ناحيه تتمرد فيها الجيش. كده قدرت انزل الايه دي في القوات المسلحه، بأسهم بينه. انت المدرعات دي مش سلاح معروف مبني قاعد من سنه 1948؟ الليلة اكتشفتوا يعني ان القوات المسلحة قاعدة محتمية فيه؟
الليلة اكتشفتوا بأسهم بينهم شديد يقاتلونكم من وراء جدر ده وين؟ حسي احنا الليلة دي شندي قدامك ودي الشمالية قدامك ودي ضنقلة قدامك، أهالى مرقوا قالوا للدعامة تعالوا لين الدعامة بيجوا. انت الجيش ال 37 ألف اللي بتحسبه قاعد في المعسكرات ده ما تحسب الشعب السوداني شال المقاومة وشال سلاحه خليتهم في حالهم انت؟ ما لما تقول للبيت انتوا ما تيجي تمرقوا الدعامة ما قاعدين نمرق في الدعامة بالاستنفار والمقاومة الشعبية انت خليتهم في حالهم؟ شلت سلاح مع الرجال ما جايب صورة الراجل شايل كلاشه قلت مصور بها ضهب عشان يوريها لهاجر راجل هاجر للليلة سألت قال لك انت قاعد وين شابكنا الكيزان الفلول فلان الفلاني تاريخه عندي انت الصوات دي ما تخليها ما تبقى راجل ابقى راجل قول لي راجل هاجر دي انت قاعد وين عشان نوريك المرقة جد جد احنا ما سألينك مستنفر ما سألك الشمالية دي كلها ما فيها زول حيسألك بس وري الراجل هاجر انت قاعد وين وراء جدر ضمنه ما ده انت ذاتك وراء جدر بتكتب من وراء الجدار وري راجل هاجر ده انت مدسي منه وين داسمها وراء الجدار قول لي راجل هاجر تعال لي نطالع في الحته الفلانيه وصف لهم مش الشمالي دي كلها عارفه انت مش حافظ كسل وسنار وريه وخليه يجي يطالعك انت هسه ما بتقاتل فيه وبتخوض في صورته بتهتك في عرضه بتجيب سمرته وما موريه انت قاعد وين وريه انت قاعد وين يلا ورينا الايه دي طبقها فيه الجيش خله الجيش بيقاتل من وراء الجدار من حقه ما عنده تحصين وعنده وعدوا لهم الله ذاته وراهم يعدوا كيف الله ذاته وراه وربنا سبحانه وتعالى ورى النبي صلى الله عليه وسلم لما هو بيقاتل في اليهود ديل جوا المدينه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل له خندق حصن نفسه وطلع انت الآية 11 دي نازلة فيك انت مالك نطيتها الآية 11 دي مالك نطيتها بس انا داير افهم هسه ترجع سورة الحشر تمشي تقراها ثانية يا سفيان الحمدابي وشوف شرحها قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم الناس خرجون من بيوتهم انت قلت له الدعامة لو مرقوا الناس زي اللي احنا حنمرق انت ذاتك انت حياتك مرقت بدل انت قلت لهم بنقاتل وبنقيف وجيشكم ما بيقدر ونازل بتاع طنبور وراجل هاجر بس بيحب يتصور انت ما بتحب تتصور وراجل وما بتفحض قاعد وين انت؟ قاعد وين انت؟ قال ولئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون الله بيتكلم عنك انت كلامكم ده كله رفعته شعار حريه سلام معادله والدعم لما جاء وقت الهلال لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأنتم أشد الله بيتكلم عن منه عن الجيش عننا قال شنو قال لنا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ليه ما بيفقهوا يا ربنا قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد امبارح كان في خلافات جو الدعم السريع اضطرت السفيهه الحمدابي او شبشب الملك الليله يكتب عنها منشور قال يا اخي في فصيل حيتمرد من الدعم السريع جيب لي كلمه واحده تقول انه في فصيل حيتمرد من القوات المسلحه بأسهم بينهم شديد الليله شبشب الملك قال في فصيل حيتمرد من الدعم السريع حيواصل قتال وبتاع كده يجيب لي القوات المسلحه حيتمردت وين سعادتك فكر اللي جاء محايم بينهم بدون حراسة بدون أي واقع رصاص كده يجيب لي الآية الفوق ليها ما بتشرح لك منو الرب سبحانه وتعالى قال لهم شنو اسمع فالولد جاب الآية قام عمل جدعة أنا تعليقك ما شايفه رد على البيت دي حسي أقسم بالله ما حسيبك والذي نفسي بيدي ما حسيبك قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون قال هو أنتوا بتخوفون أكثر من خوفهم من الله الآية دي في أرض الميدان حاصلة ولا ما حاصلة
تقول له يا اخي دي مرات راجل بيختفى، الله بوديك النار يا زول، الله بوديك النار يا اخي، ما تقتل الطفل. يطلع يقول لك انا الطفل اللي بشيله في عطبره وبخطه تحت التاتشر، ده مخاف من الله؟ ده مخاف من الله. لكن قال هو بيخاف منكم، لما يخش يفتشوا البيوت ويفتشوا في المستنفرين. ربنا سبحانه وتعالى شرح لنا احنا ماشيين تمام. شكرا لك يا سيدي الحمدابي، تذكرنا وتعيدنا الى القران. قام استشهد بالايه، والايه عندها فوق شرح وعندها اسباب نزوله، ده كله متجاوزه. قام هو لمح الايه دي للجيش، قلنا للجيش ده مفكوك سايفي الفاو، امشي عليه ما عرف ينجد. الجيش ده مفكوك سايفي بابانوس، انت نسيت بابانوس ولا شنو؟ مالك ما استلمت بابانوس؟ قلنا لك الجيش ده مفكوك سايفي الهجان اللبيد، لك 10 شهور ميتينك طلع، فضل عندك 13 تاشر ورا الجبل بتاع اللبيد، ده كان عندك شنو؟ قلنا له يا اخي ده الجيش مفكوك والمقاومة مفكوكة ولا وراء الجدر، قاعدين هنا في سن في سنار دي، مالك ما مشيت لهم؟ قاعدين في كسلة، مالك ما مشيت لهم؟ ما طلعت قلت المقاومة دي وما حقدر وما انت مالك مشيت؟ ما كان تجيف معاهم؟ انت مالك مشيت؟ ما كان تجيف معاهم؟ كان توريهم القتال بيكون كيف، كان توريهم الثبات والصمود. احنا شوف احنا حنخطك معيار ومقياس. اي زول انت تجيبه في صفحتك دي احنا بالنسبه لنا ده زول تطهر حاضر من ذنبه واغتسل، وحنديه مساحه يقوم يحقق لنا مطالب القوات المسلحه. ما جبت لنا وصلت الحامي خطيت تاتشر ما اشتريت كلاش، انت كوز وحتعامل معامله الغاحاته. يكفي ان احنا ما حنعمل لك عقوبه، عقوبه بس بنصدر في الميديا دي انه انت فلان الفلاني ده غاحاتي نقطه عارف. يكون كوز بيدقن ويكون عامل لي جامع عديل. احنا هنجي نقول يا زول والله يا اخوانا مات على سوء الخاتمه، ربنا سبحانه وتعالى اداه فرصه يغتسل ويموت شهيد في المعركه دي وابا. بعدين يجيك الولد ياسر عرمان يقول لك احنا قبلنا اعتذار حميدتي، حميدتي تقبل الاعتذار وكيف هو كوز؟ حميدتي تقبل الاعتذار وكيف يعني؟ انت حميدتي عشان بديك انت اهدافك يا سفيه الحماده بتقبل اعتذاره والباقيين المدوك اهدافك ما يعني كيزان ما غير مرضى عنهم؟ حميدتي مع كوز صنعوا البشير وصنعوا جهاز الامن بقانون 2013، صلاح جوش شخصيا وصنعوا البرلمان 2017 تبعوا لوزاره الدفاع. كوز 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 عديل، حميدتي ده كوز. لكن رضوا عنه لانه قال لهم انا بس والله بعتذر عن الانقلاب 21، ما تبقى راجل زيك وزي الرجال. الاعتذار في الانقلابات يا اخواننا اسمه اعدام، لما تعترف انك عملت انقلاب ما في حاجه اسمها اعتذار، بتمشي الدروة. لانه حميدتي ده الحاجه اللي بتخدم مصلحته ومصلحه الحريه والتغيير بيعملها، هو ساجن رئيس هيئه الاركان عبد المطلب، عبد المطلب ده فريق اول اللي كان بيحقق معاه حميدتي وهو قاعد في الكرسي ده واقف على حيله. البزيل فيه وبيقول له انت معاك ماسكرتي ومعاك منو ومعاك منو، مذكر الفيديو ده ساجنه مالك يا زول ده انت؟ اذا كان الانقلاب فيه العذر من الانقلاب تقول والله انا بعتذر خلاص يعني ما في محاسبه ومحاكمه، ساجن بكراوي ومالك؟ ساجن بكراوي ومالك؟ الحريه والتغيير تقول لهم يا اخي خلوا عبد المطلب يعتذر طلعوه من السجن زي ما قبلت الاعتذار بتاع والاعتراف بالانقلاب. البرهان بتين قال انا عملت انقلاب، بتين البشير بتين قال انا عملت انقلاب، النمير بتين قال عملت انقلاب، ما في عسكري بيقول انقلاب، بيقول ثوره انا عملت التغيير. الشعب ضغط على القياده العامه والقياده العامه استجابت لمطالب الشعب، ما في زول بيقول انقلاب الا الحمار ده، سماه انقلاب اعترف، مشاركتك فيه بتدخلك في القانون العسكري، تمشي الدروه يا حميدتي، نقطه عربي انتهى، ما بتفاوض معه الزول ده انا. الزول ده قال انا اعترفت عملت انقلاب ما بتفاوض معه، انقلب على نظام دستوري بغض النظر وثيقه ولا ميتين، انت مش اعترفت هاي تتبلى بس يا زول. ده قبلوا منه اعتذاره، لكن مواطن بيشتري له بوكسي، مواطن بيشتري له اكل للقوات المسلحه، مواطن بيجيف بيعمل له ترس، مواطن بيخش يستنفر، ده عندهم كوز واحنا هنجيب تاريخك، اي كوز ما جابوه هنا. طيب في حاجه ثانيه يا سفيه الحمدابي، واحنا ما عارفين البرهان ده كوز؟ يعني انت داير تورينا حسي؟ الموضوع ده ما مرتبط بالبرهان وانتمائه ولا انتماء القوات المسلحه، مرتبط الان بمعركه كرامه وعندها شروط وقواعد.
انت ما فاهمها ولا حتستوعبها. الحاجه اللي انت مغذبيها عشان تفكها سموم وتضليل ما حتفهم الكلام اللي احنا بنقول فيه. بنشكرك حسي انه انت واحد من منارات الاعلام في السودان بالمناسبه، والله العظيم لولاك انت هسي احنا كان الوعي بتاع الشارع ده وانه عرفوا الصح والغلط كان الموضوع ده حيكون هيدن صعب شديد لما نطلع زول ونطلع تاريخ ونطلع النقحاتي. هسي احنا بنشكركم على ادامة الكتابة دي، كل يوم بترفعونا خطوة وخطوة. لمان لمان انت ما شايف كتبت البراء دي اسمها البراء ابن مالك تابع لهم كيزان؟ اه كيزان البراء ابن مالك كيزان، ناس اندرمان البراء ابن مالك ديل بيقاتلوا عشانكم. هسي ديل هم كيزان، رايكم شنو؟ نوقفهم؟ هسي هو اللي وقفونا نوقفهم طوال. السلام عليكم براء ابن مالك، شكرا لخدماتكم، الله يبارك فيك يديكم العافيه، يتفقفقوا طوال. نطلع لايف نقول براء ابن مالك يقف كيزان، كيزان راسه عديل. ثاني في حاجه، زول ارتكب جريمه وارتكب خطيئه شال كلاشه بدافع عني، وفي زول ارتكب جريمه وارتكب خطيئه ومشى قاعد في فندق بيقيف مع المجرم. الكوز ده حسي اللي بيقاتل في الميدان ده هو السبب في انه جابكم اول حاجه، وهو السبب في صناعه الدعم السريع، لكن ما تخلى عن المسؤوليه، شال كلاشه قاعد يقاتل في الشارع. انا اقول له والله انت كوز وتاريخك هو، هل برهان ما كوز اللجنه الامنيه العيان البشير خلصائه في القوات المسلحه والاجهزه الامنيه سماها اللجنه الامنيه لحمايه شنو؟ النظام، لا لحمايه البشير. كباشي ده ما كان عنده شغل، اصحى الصباح البشير كيف اخباره شنو؟ تمام؟ في اي حاجه مهدده، في تهديد خارجي، في عدوان الجنائية، قالوا شنو؟ بس دي شغلتهم اللجنة الأمنية. أصدر عليك الأغار من طوارئ إنه الجواد اللي إحنا نقطع علاقتنا مع بتاع، اشتروا لنا فلان في الاتحاد الأفريقي، أميرة كيف أخبارك؟ يا أمير رفاضي إن شاء الله كويسة. الرئيس الكيني ده شافه بيبطبط ما تدو حاجة كده 400 مليون، خلاص أسحب ال ده اسمها اللجنة الأمنية لحماية البشير. كيزان راسه عديل، كيزان كيزان لما بينك. مشيت انت حضراتكم قضيتوا معاهم الاتفاقيه، الليله البلد داخلين انها انت ما شايف الجوفاني؟ جوفاني ده تشادي. الزول الكوز ده قاعد سوداني ده خلي التشادي ده رايك فيه شنو؟ اتكلم ليه عن التشادي؟ ده قصور اللي بيحصل الان، ده قصور في الفهم وقصور في ايصال المعلومه، لانه في ناس عليهم امانه ما قايمين بها. وفي ناس عليهم امانه قايمين بها، في ناس جهاد بتعاديهم وماسكه منهم المنصات. انا اتكلمت عن قناه الزرقاء، قناه الزرقاء دي فيها مجلس اداره، فيها تمويل، فيها مشرفين، فيها مقدمين، فيها مدير عام. انا شايف الموضوع ده عامل ربكه له يومين كده. حاضر، عشان ما اخوض معاكم جوله وانا ما ناقص، عندي جوله مع الموساد وعندي جوله مع الفاتح عروه. الناس اللي ماسكين القناه دي، افتح الباب القناه دي للناس اللي انتوا عندكم الراي مخالف معاهم، ما يطلع لي زول اسمه علاء الدين يتحكم لي في الاعلام، لا تستطيع علاء الدين. الباب بتاع المفاوضات التحدي علاء الدين، انا بس وصلت رساله لك، وقصتي انك انت كنت اسي هو ما في مصر، معلومته غلط. انا فين قلت لك قاعد في مصر؟ قلت لك مشى ثلاثة يوم ورجع في اليومين ورجع وبيمشي وانتوا ما بتكونوا عارفينه. انا ما اقدر اخش في مهاترات فارغه زي دي. على الدين ده يا برهان اذا هو قايم بشغل عليك الله يزيحه لينا من المكتب دي، وقلنا لك جيبه هو عمرو خطهم قدامك، حاجه بتتم في مصر من ورا ظهرك ولا ظهر الجيش ولا ظهرنا احنا ما بنقبلها. القناه دي تتفتح لاي زول عنده راي. ناس متهمين بانهم موالين للقوات المسلحه، تبعدهم كيف من المشهد السياسي والاعلامي الان؟ منو اللي عارف تاريخ الفاتح عروه يجي يوضح للناس ويرد عليهم؟ لانه المنصات فاضيه، لانه الاعلاميين اللي عندهم تاريخ سياسي واعلامي حضرتك ما مديهم منصات، حتى لو مسكوك انت زفوك ما تخليه يزفك. هسه احنا قاعدين نزفك، منو راضي عنك؟ انت بتخش حتى بيقول لك يا برهان فيك اللجان في وشك، ما تعمل لنا الدراما. الفكره بتاعت السلطان يحيط نفسه بالبطانه دي، البطانه اللي بتطبل لك منصات. اسمع المعلومه يا برهان، انت عارف جمعه العطبره ذيك، جمعة البرهان اللي عملناها في عطبر، انت صادفت مشيت عطبر، وعطبر كان فيها اكبر مشروع اليوم ده لكل الحاميات العسكريه وبتاع، داسين منك الموضوع. انت قاعد في الاستراحه وبره كانوا الناس في جمعة البرهان معلقين صورك،
الشعب كان متكا بس ما جينا للجيش، جيناك انت. تتفاجأ انه بعد ايام او شهور او اسابيع انه البرهان يا دوب سمع به، مع انه كان قاعد في نفس اليوم في الاستراحه ولكن داخل وطالع والضبائح والجيش محتفل مع المواطنين في جمعه اسمها جمعه البرهان. المعلومة دي وصلتك يا أخي؟ أنه تتفاجأ أنك أنت تمشي لحد الدبة الشمالية تكتشف أنه المواطنين اشتروا 750 عربية امبارح، تكتشف الموضوع ده؟ كلام ده له شهر من بداية المعارك. إحنا يا برهان أنا بقول لك أنا فاهم الشيطان بيفكر كيف، عندك رأي فوق رأي ده قوله. أنا وريتك أنه الموساد ده ممكن يسيطر على القوات المسلحة كيف، والموساد ممكن يسيطر على مكاتب الرؤساء كيف، والموساد ممكن يسيطر على خطوات 30 سنة. شرحت المرة اللي فاتت مفاجأة، قلت البشير لما طلع في 85 إسقاط النميري، البشير كان سايق الدبابة لأنه كان ماسك القوات الخاصة في القيادة العامة، السايق كان طالع فوق الدبابة، الدبابة دي كان سايق البرهان بالمناسبة، كان ملازم أول. لما نجي الليلة فاجأ الناس انه زول الحاكم الفاتح عروة هو البشير، واللي اتهمه هو البشير، وبعد ما استلم السلطة جابه دخلوا القصر وهو عارف تاريخه وعارف علاقته بالموساد. انا بوريك انه القصة دي يا برهان، فانا قصة حاجة تخش المكتب، حاجة تخش القوات المسلحة، حاجة تأثر على سير العمليات، حاجة تأثر على الشعب السوداني، انا حصلت عليها، والحاجات اللي انا فاتحها دي ولا فيها هزار طبعا. ولا في اي هزار، ده شغل بتاع بل بتاع كهنة كبار. ده ما شغل لعب ولا صحافة ولا إعلام، ده بل بتاع ناس كبار بيمشي فيه وتمشي فيه لالله، بس ما فيه وزار، شغل ما فيه وزار، ومدايسين فيه ومواصلين وحنعريهم. أنا هسي اديت الفاتح عروة ده فرصة، قلت له اسكت يا أخي وموت بسلام. أما إنك تيجي تعمل لي فيها تاريخ القوات وإحنا عارفين وصندوق الأسرار والجيش، الجيش الآن دار زول يدعوه للتماسك. انت وقت شايف الاسرار دي في القوات المسلحه ما كنت بترتع في وزاره الدفاع وبترتع برتبة فريق في شركه زين، المنتدب العام المنتدب الخاص. هسي دوبك عرفت الجيش فيه بعد الدعم السريع متبلى، تطلع تقول لي يا اخي انهزام الجيش معناها انهزام السودان وانهزام الدعم السريع، هو الجيش بيهزمه منه؟ بتلمح وتلف وتدور امور دي انا ما بتقسم معي، ولا براعي لمرض ولا كبرسين ولا علاقه ولا عندي كبير في السودان، انا ما عندي كبير في السودان. ما عندي كبير في السودان، ما تجيني في خط ميت. ما تجيني في خط ميت، ما ولا بتلفت معك. كلام ده واضح. حسي احنا خطواتنا الجايه قوات مسلحه، السلام عليكم. الانجازات شغاله حسي في شرق الجزيره، الشغل ماشي كويس. في كتيبة بتاعت استطلاع ماشي تمام وشغالة وبتشتبك وبتاع. الناس بيقول لك يا صرفة يا أخي فعليا إحنا ما شايفين. في طيران شغال في الجزيرة، في مسيرات شغالة في الجزيرة، في مشاة شغالين في الجزيرة. الإنجاز ما راضي الناس، هاي ما راضي الناس، لكن شغالين أخوان، والله ما راضين، ما راضين يا برهان. الجزيرة دي إحنا دارين الموضوع ده يتحسم، إحنا دارين نستلم حاجة في يدنا، في مقابل العدوان، في مقابل المؤامرات دي دارين حاجة حقيقية. طيب ملف الإذاعة دي موضوع خطير شوية، لكن لأنه فيها مواطنين. الدعم السريع الآن يفاوض العدد كبير جدا بتاع الأسرة. الموضوع ده الرأي شو فيه شنو؟ والله يا أخوانا دارين جدول زمني. أنا بقول للدعامة في الإذاعة وبقول للدعامة في كل السودان، إخواننا أنت غير الموت ما عندكم حاجة. أنا شخصيا يعني ما عندي فيهم ولا أي حاجة. في الإذاعة ديل بفاوضوا حسي، والاتصالات بينهم وبين القيادة بتاعت الدعم السريع مقطوعة. انا في رايي يا اخواننا قالوا لكم تبدوا تتعاملوا معامله أسرة والجيش يعتقلكم وتمشي المعتقلات امرقوا، لانه الجيش حسي حيخط لكم فتره زمنيه حيجي يشتغلكم بالعمليات الخاصه، زي ما مرقنا كميه من الأسرة في الفتره الفاتت وحررنا اجزاء من الاذاعه وحافظنا على المواطنين حقنا 10 شهور والجيش ما دكاها وما دمرها، عندنا المقدره العسكريه وعندنا القدره العسكريه انه عمليات خاصه تشتغل، واحنا غير الحصار اللي احنا عاملينه ليكم ده بيخشوا لكم جوا بيبلوكم جوا، ولا في شيء بيحفظك مننا. والدليل على الحاجه دي اسر الأسرة في السودان، اسر المعتقلين في قوات الدعم السريع ماسكينهم المواطنين، الناس ما ضغطت الجيش ومديهم مساحه لانه واثقه ان الجيش حينتصر في النهايه. قال عنده ولد واخوه وبنته واللي عنده كل الناس دي صابره، عارف الجيش في النهايه بيقدر. ما مش مسدتوا الأسرة، عملتوا 7 وزمتين، انتوا ما بتنسوا حاجه. شنو يعني مترين في مترين اللي زعم منهم درمان ولا اي حاجه؟
قاعد فيها يعني شنو انت حتقدر تدير بها الدولة يعني؟ حتركع بها السودان يعني؟ حتجبرنا نمضي معاك؟ حتجي موقف ولا منصب ولا حتجي موقع سيادي ولا حترجع؟ لا لا ما في كلام زي ده. انا اطمنك الموضوع ده بينك وبين ضمان حياتك، والموضوع ده ما حيستمر كتير. ما لاقي انت تاكله، انت فعليا ما لاقي انت تاكله، ما لاقي انت تعالج. ما عندكم ذخيرة، ما عندكم تواصل برا، الجيش محاصركم، امرقوا بس. الجيش احنا ذاته بنقول له خد فترة زمنية، سلمنا اللي زاد يا زول. ام درمان تماما ماشي يترفع بالمناسبة، والله بيخشوا اشتباكات بين فترة وفترة، عشان كده ما في فيديوهات يلاقون وين اشتبكوا معاك. يجي يقول لك الأوضاع هادية، الأوضاع هادية كيف يعني؟ الجيش متقدم يا زول. احنا هسي كلامنا وضغطنا حتنزل بوسترات، حتنزل أي حاجة، إنه الجيش ده يخش مدني، أنا ما بفهم حاجة ثانية. أنا شايف إنه دي غلطة ارتكبها القوات المسلحة بانسحابها. تكلفة تصليح الغلطة غالية. الجيش يدفعها بس. الجيش يدفعها. وإحنا ما دارنا نضغط الجيش بحملات إعلامية وبهاشتاجات وبتاع، عارفين إنهم شغالين قدر اللي بيقدروا عليه وعارفين يا اخي والله العظيم التهاب ذاته. ها التهاب عجيب يا من. انا هسه لو مشيت لشركة الالتهاب ذاته، شركة بتاعتهم، قلت لهم داير التهاب 10 شهور، ما بكون عندهم. انا ما اعرف ده. انا بالمناسبه اديكم سير طبي، انا قاعد ابلع في مضاد حيوي والله العظيم، لي 4 يوم ابلع في مضاد حيوي. ايه رايك جاتني نزله؟ اقسم بالله هسه عندي نزله غير الالتهاب. ايه رايك؟ يعني الموضوع ده يكون فساد الطب والادويه في الكوكب ولا انا ما ده شنو ده؟ انا ببلع في مضاد حيوي يعني عندي التهاب اسيو ماشي يسوء حاضر وجاتني نزله. يعني انا اعمل شنو يعني؟ انت بس قول لي يعني، قول لي اعمل شنو؟ تفضل. اخي دعوة اقسم بالله العظيم.